بوست اوبريتيف راديوجرافز. شكرا دكتور طارق، احب اشكر حضراتكم واشكر الساده الاساتذه والساده الزملاء القائمين على هذا العمل، هو فعلا ان شاء الله ربع مين حضراتكم تحسوا بفائدته باذن الله. واحنا هنتكلم دلوقتي على اول مرحله بعد ما خلصنا ان احنا زي ما دكتور محمود حكى لنا امبارح على البري اوبريتيف تمبليتنج، قررنا ان العيان ده محتاج ان احنا نعمل له انترفنشن واخترنا له المفصل المناسب ليه، ودخلنا العمليه دكتور فؤاد ودكتور احمد ودكتور ملهم ودكتور ايهاب شرحوا لنا ايه اللي احنا هنواجهه وايه اللي احنا هنبدا الخطوات اللي هنعملها انسايد ذا اوبريشن اتسلف. خلاص وي هاف اندد ذا اوبريشن، وهنحاول من اول بقى اللكتشر دي نحاول ناسس احنا عملنا ايه، احنا فعلا فولفيلد الخطوات اللي احنا بداناها في البي اوبريتيف تمبليتنج والاوبريشن اتسلف، ولا الريزلت بتاعتنا مش الجين اللي احنا وي ار اكسبكتنج. احنا هنتكلم على اول حاجه خطوه بنعملها البوست اوبريتيف راديوجراف. حضراتكم هتبصوا معايا على الاشعه دي، اشعه بسيطه خالص، لو بصينا ناحيه اليمين هنلاقي فراكتشر نيك فيمر ان ان اكتيف بيشنت، فاحنا قررنا نعمل له عملنا البري اوبريتيف تمبليتنج وقررنا نعمل له توتال هيب ريبليسمنت. عملنا العمليه، عملنا الاكس راي بوست اوبريتيف، وعملنا الاشعاعات دي بوست اوبريتيف، بصينا عليها وكنا مبسوطين جدا، وزي ما المسج كده بالايه موجوده قدام حضراتكم، تسلم ايدك يا باشا. هل فعلا احنا حققنا حاجه تستحق تسلم ايدك يا باشا، ولا لازم نقول تسلم ايدك يا باشا وخلاص؟ لازم طبعا تقول تسلم ايدك يا باشا، ده اكيد، بس احنا عايزين نقول تسلم ايدك يا باشا بجد بقى، يبقى حقيقي. فاحنا محتاجين لازم حاجه سيستميك، لازم بارامترز، لازم انديكيتورز، كلنا نستاندردايز، كلنا نبص عليها، كلنا نحكم ان المفصل ده نقدر نحدد ان احنا فعلا حققنا فيه الحاجه اللي احنا طالبينها، وان هو هيدينا اللونجيفيتي وهيساتسفاي البيشنت نيد وقضى الغرض من العمليه بتاعتنا، حتى نقدر نتوقع المفصل ده اكسبكتنج ان هو يبقى يعيش فتره طويله، ولا المفصل ده متوقعين ان احنا في فتره قصيره قوي فين. فاحنا لازم يبقى عندنا سيستميك واي اوف اسسمنت. احنا النهارده هنتكلم على سيستميك واي اوف اسسمنت اوف بوست اوبراتيف اكس راي. في بوينتس وي شود فولفيل، عشان خاطر اول ما نفولفيل البوينتس دي كلها نقدر نقول المفصل ده مفصل جيد ولا المفصل ده مش هيعيش كتير. لازم نكومنت على الهيب سنتر، مهم جدا الهيب سنتر. سمعنا محاضره البايو ميكانكس قالها الدكتور احمد عزام، مهم ليه؟ ان احنا نعمل الهيب سنتر، ده هيحدد المفصل ده هيعيش ولا لا، والستريسز اللي عليه هتخليه فيل ولا لا. الليمبلانس ديسكريبنسي او اللاج لينث، احنا ممكن احنا نشتغل على رجل العيان نطولها ازيد من اللازم، العيان ما يبقاش ساتسفايد، او نقصرها اكثر من اللازم، فنبقى محتاجين ان احنا نعمل حاجه ثانيه نعوض كومبنسيت الليمبلانس. الاوفست بتاع المفصل، وده اللي هيحدد الورك بتاع الابداكتورز يعني فور اكزامبل، او هيتحدد عليه حاجات كتير. الكاب بوزيشن، الكاب ده في وضع مظبوط ولا هيعمل لنا مشاكل بعد كده، مشاكل الانستابيليتي. النقطه الثالثه، النقطه اللي بعدها الستام بوزيشن، الستام ده محطوط في مكان مظبوط ولا فيروس ولا فالجاس ولا ممكن ينبنج بعد كده على الكورتكس ويعمل لنا فيري بروثاتيك فراكت. واخر حاجه، لو بنستخدم سيمنتد ستام او سيمنتد كاب، احنا فعلا عملنا ويل سيمنتنج تكنيك، ولا في الاخر السيمنت ده واللي فيل ان فيري شورت بيريد اوف تايم. نبص مع بعض على الاشعه دي اللي احنا عرضناها في الاول، نبدا نحدد الهيب سنتر. الهيب سنتر بنحدده تو بوينتس، فيرتيكال بوينت وهوريزونتال بوينت. بناخد السنتر الاول بتاعنا في التاون سايد، وبنحسب المسافه بتاعته من لاين باسنج ثرو ذا تير دروب، ونحسب البربنديكولر منه، وناخد من نفس البوينت دي لاين تاني تاتشنج الهيليويسكال لاين، ونحسب المسافه منه، ونكمبير الساوند سايد بالسايد اللي احنا عملنا له ايه انترفنشن او ركبنا فيه المفصل. نبص كده مع بعض، هل فعلا الهوريزونتال ديستانس بتاع الهيب سنتر فعلا ريبليكيتد من الساوند سايد في الاذر سايد، ولا احنا عندنا ميدياليزيشن او لاتراليزيشن؟ وبرضك نقدر نعرف من الفيرتيكال هيب سنتر بتاعنا من اللاين الستاندردايز من عند التير دروب، هل فعلا احنا حطينا السنتر وي ريبليكيتد السنتر بتاعنا اوف روتيشن زي الناحيه ساوند سايد، ولا عملنا هاي هيب سنتر، او حطينا المفصل ات لو ليفل؟ نحط الاول الهيب سنتر بتاع الساوند سايد، لان احنا تملي بنكمبير بالساوند سايد،
وناخد ستاندر لاين بقى اللي هو الانتر تير دروب لاين وفيرتيكال لاين باثنج ثرو ذا ايليويسكال لاين ونحسب الديستنس فيرتيكال اند هوريزونتال ونشوف هل فعلا حققنا المسافه دي في الناحيه الثانيه ولا زي ما حضراتكم بدات تاخدوا بالكم من المفصل الباشا طلع ايه عالي شويه بس وزين اكسبت ما يجراش. طيب هنتكلم على اللين بلانت. لو ناخد بالنا ان دي نفس المحاضره بتاعت البري اوبراتيف تمبليتنج بس بالشقلوب، احنا خلاص حطينا المفصل فاحنا بنبدا ناخد الايتيمز الثانيه بنتشيك الايتيمز دي حققناها ولا ما حققناهاش. هنحط بردك ستاندر لاين انتر تير دروب. في بعض الناس بتاخد ترانس ايسكيال لاين، المهم يبقى ستاندر لاين ناخد منه المسافه على التيب بتاع التيبيال اللاسر تروكانتر وناخد بيربنديكولر ونكمبير السايد سوري ونكمبير السايد الساوند سايد بالاوبريتد سايد ونشوف هل فعلا احنا حافظنا على اللانس بتاعنا وريبليكيتد اللانس في المفصل اللي احنا ركبناه مع ساوند سايد ولا هيبقى فيه شورتنينج ولا هيبقى فيه لانثنينج. اوكي النقطة اللي بعدها عايزين تشيك الاوفست. الاوفست بنحدد لاين من السنتر بتاع الجوينت. احنا عندنا تو اوفست بس احنا هنتكلم على الميديال اوفست. حدد لاين تيب اوف ذا جريتر تروكانتر وبنحدد السنتر التيب جريتر تروكانتر بنحدد لاين باثنج ثرو ذا سنتر اوف ذا هيب. احنا اولا في الساوند سايد النورمال سايد و على المفصل اللي احنا ركبناه، هل احنا فعلا نجحنا في ان احنا نريبليكيت الاوفست؟ هل فعلا الديستنس دي هي نفس الديستنس دي ولا الاوفست هنا عندنا اكبر؟ ادي بوينت ثانيه لازم نحدد الاوفست. يبقى احنا بعد ما حددنا السنتر وتشيك ذا لمبلانس ديسكريبنسي هنتشيك الاوفست. اوكي؟ البوينت اللي بعدها الكاب انكلينيشن. هل الكاب ده مور هوريزونتال يمبنج في الحركه ويخلي رينج بتاع الموشن اقل ولا الكاب ده مور فيرتيكال ويبقى معاه هاي انسيدنس اوف انستابيليتي؟ بناخد لاين هوريزونتال لاين اللي هو الانتر تي دروب لاين او اني هوريزونتال لاين وناخد لاين تاني باثنج ثرو ذا ارتكيوليتنج ايدج اوف ذا كاب ونقيس الانجل دي ودي تبقى اسمها الانكلينيشن انجل. اوكي هل فعلا احنا حققنا الانكلينيشن انجل 45 ديجريز ولا احنا الكاب ده مور فيرتيكال ولا مور هوريزونتال؟ بالكومبليكيشن ممكن تحصل معايا بعد كده. عايزين نشوف النقطه اللي بعد كده الفيرجن. الفيرجن بتاع الكاب. طب احنا عايزين نعرف الاول الفيرجن بتاع الكاب هنعرفه كده بالاي بي فيو اللي احنا صورناه في الاول واللي احنا عرضناه في اول الليكتشر خالص. لا محتاجين فيو مخصوص، محتاجين لازم lateral view of the acetabulum. طب ازاي نقدر نحصل على lateral view of the acetabulum؟ يبقى لازم العيان ينام بالطريقة دي على التري بتاعة الاكس راي ديفايس ولازم البيم بتاعنا يكون directed in that direction. طبعا الساوند سايد تبقى flexed والديزايرد سايد يبقى اتجاه الاكس راي من الاتجاه ده عشان نحصل في الاخر على الاكس راي. الاكس راي دي بتحدد لنا الفيرجن بتاع الاسيتابيلر كاب وده ممكن نحسبه بطريقتين يا الانجل ما بين الارتكنيت سيرفيس اوف ذا استابيلر كاب والكرونال او نحسبه ما بين الريم بتاعه النيتيف اسيتابيلم اند ذا ارتكنيتنج سيرفيس اوف ذا كاب. البيم بيبقى دايركشن تووردز ال السمسز اوف ذا ديزايرد بورد تو بي ايمج. يعني احنا لما احنا هنصور الناحيه اللفت بندايركت البيم نفسه على السمسز اوف ذا ليفت سايد. اوكي بنفلكس الكونترالاترال سايد والناحيه نفسها اللي احنا هنصورها بتبقى اكستندد. اوكي وبندايركت البيم 45 degrees او 30 degrees towards the symphysis of the desired side. يعني احنا هنصور الناحيه الشمال. تمام؟ العيان بينام ويفلكس الليمب اللي هو مش هنصوره وبندايركت البيم يعني الديفايس بتاع الاكس راي البيم بتاعه السورس بتاعه رايح كده على الكاميرا بتاعت الاكس راي. اوكي؟
في اتجاه الناحية to be desired to be image عشان نحصل على lateral view of the acetabulum. اوكي؟ عايز تصور lateral view عند نورمال ممكن بس هتعمل العكس بالظبط. تمام؟ طيب احنا ممكن قلنا نعرف الكاب فيرجن بطريقتين. قلنا الطريقه الاولانيه زي ما احنا حسبناها من الكرونال, او الطريقه الثانيه ان احنا بنحسب الانجل بتوين الارتكيليتنج سيرفيس اوف ذا كاب احنا وي ار انسرتنج اند ذا مارجن اوف ذا نيتيف اسيتابيلم. في طريقه ثالثه بس بتحتاج ان احنا السي تي اللي نعمله الترانسفيرس كاتس بتاعت السي تي اللي نعمله يكون فيها ميتال سبريشن تكنيك, بنصور فيها الاسيتابيلم وبناخد ترانسفيرس كاتس ونقدر نحسب الفيرجن بتاعنا عن طريق ان احنا بنحسب الانجل بتوين الارتكيليتنج سيرفيس اوف ذا كاب اند ذا كرونال لاين. حاجه ثانيه مهمه احنا اتفقنا عليها الستام انكلينيشن. هل الستام ده في فيرس ولا في فالجس ولا الستام ده فعلا انسايد ذا ميدالري كانال سنترلايز وبالتالي مش هيقدر يقعد فتره اطول وما يعملش مشاكل. بناخد لاين ثرو ذا دايفيزيال لاين ميد دايفيزيال لاين ثرو ذا اكسس اوف ذا فيمر وانذر لاين ثرو ذا لونج اكسس اوف ذا ستيم ونقيس الانجل ما بينهم. لو حضرتك الانجل التيب اوف ذا ستيم استاتشينج ذا لاترال كورتكس في الحاله دي الستيم اتسلف از انفيرس, ولو touching the medial cortex في الحالة دي يبقى الستام إيه؟ valgus. وإحنا في الآخر وفي الأول عايزين الستام ترى ما هو straight stem إن هو ينزل إيه؟ centralized. أوكي؟ إحنا بنتكلم عن ال straight stems. أوكي؟ كمان عايزين نحسب ال anti version of the femur. بنحسبه من ال lateral view of the femur وده ممكن نعمله بال frog lateral view. تمام؟ ونحسب الانجل ما بين اللونج اكسس اوف ذا فيمر اللي احنا قلنا الباي دايفيزيال لاين اند ذا ميكشافت انجل اوف ذا بروسيسز. بعد ما حددنا الهيب سنتر وحددنا الامبلانس ديسكريبنسي وحددنا الانكلينيشن وحددنا الفيرجن اوف ذا كاب اند اوف ذا ستام, لو احنا بقى مركبين سيمنتد ستام محتاجين نعرف هل فعلا احنا وي did well cemented prosthesis or not. فمحتاجين ان احنا نقسم الزونز بتاعه السيمنتد كاب لثلاثه زونز. الفيرست زون السوبرولاترال الانترميديت اند ذا انفروميديت. بالنسبه للستام لا ده احنا بنحددين زونز اكتر من كده عشان نوصف فيها الستام هل في ديفيشنسي هل في ديفكت هل في كراك, محددين زونز اكتر من كده عشان نستاندردايز الديسكريبشن بتاعنا. في الاي بي فيو عندنا 7 زونز, كمان عندنا في اللاترال فيو يعني نوت جاست ذا اي بي فيو اونلي. في الاي بي فيو بنبدا من عند الاريا اوف ذا جريتر تو كانتر تو ذا ليفل اوف ذا ليسر تو كانتر ذا زون 1 بعدها زون 2 زون 3 والتيب تبقى زون 4 ودي زون مهمه بالنسبه لنا عشان دي بتسبورت الستام اتسلف, وبعد كده زون 5 اون ذا اون ذا انر سايد اند زون 6 اند 7 ونكمل بقيه الزونز في اللاترال فيو. يعني في اللاترال فيو احنا عندنا زونز زي في الاي بي فيو فروم 8 تيل 14. نكومنت على السيمنت منتل في المكان ده الثيكنس بتاعه قد ايه, في كراكس او في ديفيشنسي او في اي ابنورماليتيز. كل الحاجات دي من الاكس راي عشان كده لغايه دلوقتي بالرغم من الامبروفمنت الكبير في الايمجينج تكنيكس ما زال الجولد ستاندرد بتاعنا في الحكم على الافشنسي بتاعت العمليه بتاعتنا او في ان هاو جود وي اتشيفد اور بروسيدجر هو مازال الاكس راي. بس لازم هنشترط شويه حاجات بقى في الاكس راي مش زي اول اكس راي كده عرضناها في بدايه الليكتشر. في كلاسيفيكيشن عشان نحسب قد ايه في ديفيشنسي في السيمنت منتل. هضطر ان انا اتحرك بسرعه اكتر شويه. دي ديفرنت grades من الديفيشنسي في السيمنت منتل بس اختارهم اللي هو كلاس دي لما يكون عندنا ديفيشنسي at the tip of the stem itself. بسرعه دي البارامترز اللي المفروض وي اتشيف. لو احنا اتشيفد البارامترز دي يبقى احنا حققنا فعلا a good operation and good processes. لازم اللينج لينث يبقى ايكوال, لازم هوريزونتال
سنتر يبقى ايكوال تو ساوند سايد، نفس الشيء بالنسبه للفيرتيكال سنتر الانكلينيشن فروم 30 تو 50، الفامر ستيم لازم سنترال، الستابر انتيفيشن فروم 5 تو 25، ولازم يبقى السيمنت مانتل كومبليت. نرجع بقى للاشعه الحلوه بتاعتنا اللي احنا شفناها وقلنا تسلم ايدك يا باشا، هل دي كفايه بالنسبه لنا نحكم فيها على المفصل؟ لا، في حاجات تانية احنا محتاجينها. طب ايه راي حضراتكم لو شفنا بقيه الفيو كله على بعض؟ اظن المسج وصل. اوكي، معلش هاخد بسرعه دقايق كده في ان احنا نكومنت على الفولو اب اكس راي. هل بس احنا بنعمل immediate post operative x-ray ولا احنا محتاجين نفولو اب باي ذا x-ray؟ محتاجين فولو اب. طب احنا هنفولو اب ايه؟ ايه اللي احنا هندور عليه في الفولو اب x-ray؟ عامه وي روتيني بنعمل immediate post operative نعمل immediate post operative x-ray وبعدها ب 6 weeks then 12 months unless في symptoms او في something happened not within the normal course هي تضطرنا ان احنا نعمل x-ray in between. عايزين نكومنت على البون، هل في بون اكسس، هل في بون ديفيشنسي، عايزين نكومنت على سيمنت مانتل لو احنا بنستخدم سيمنتد، عايزين نكومنت على الامبلانت اتسلف البوزيشن بتاعه وشكله هو في اي تغير، عايزين نتكلم على الانترفيسز العلاقه الامبلانت باجزائه ببعضها وعلاقه الامبلانت بالسراوندينج بون. لو احنا بصينا على الاكس راي دي هنلاقي في سكليروزس او في كوندنسيشن اوف بون ان ذا اوندوستيال بارت تووردز ذا الستام اتسلف، وده بنسميه الاندوستيال ويلد او الويلدنج سبوتس. لو احنا نشوف الاكس راي دي هنلاقي فعلا زي الاكس راي اللي قبلها في فعلا سكليروزس في الاندوستيال، بس لو رحنا بصينا بروكسيمالي هنلاقي في ستريس شيلدي بالظبط، وده الاندوستيال بيداستل، وده بيحصل بالظبط بيحصل ان بي ترانسفيرس لاين عند المدله في السيمنتلس ستام. ممكن نشوف حاجة تانية بون فورميشن تاني، ان احنا نشوف كروسنج بون فورميشن ذا سوفت تيشو يتيروتروفيك كالسيفيكيشن. لا ده احنا ممكن نشوف ترانسلوسنسي لو ما معناش انفكشن ساينز، ممكن ده يبقى الميكانيكال او الايه الاوسيولوس. لو في انفكشن ساينز ده ممكن يبقى سيبتيك لوسنينج. بنبص على علاقة الامبلانت اتسلف، لو بنبص حضراتكم فوق في الصورة رقم بي هنلاقي ان في ايروجن في الايه في اللاينر بالظبط، ده صوره قريبه. نبص حضرتك على الامبلانت نفسه هنلاقي الامبلانت اتسلف فراكتشرد، الامبلانت ديسلوكيتد، ديسبيسمنت اوف ذا كومبوننت، بيري بروثاتيك فراكتشر، ايروجن اند بروتروزيو اوف ذا بروسيسز، سبسايدنس سيمنت مانتل فراكتشر. باختصار احنا عايزين نبص على الساينز بتاعت السكليروزس وبون بلوفريشن زي السبوت ويلدنج ستريس شيلدنج بون بيدستال او تيروتروفيك اوسيفيكيشن. عايزين نبص على اللوسنسي اللي ممكن تبقى حوالين الامبلانت سواء سيبتيك او اسيبتيك. عايزين نبص على الكومبوننت نفسه، هل في لاينر وير، في ديسلوكيشن، باري بروثاتيك فراكتشر او بروثاتيك فراكتشر. فدونت ميس واحنا بنبص على الفولو اب الكومبوننت مايجريشن او مال بوزيشن، في ترانسلوسنسي هل هي 2 مليمتر اكتر او اقل، السيمنت اتسلف والسيمنت مانتل، والامبلانت اتسلف فراكتشر او ديسلوكيشن او ديسوسيشن، والبون اراوند ذا امبلانت وهل في باري بروثاتيك فراكتشر ولا لا. عايزين نركز قوي ان احنا لما نكومنت على الاكس راي ما ناخدش الاكس راي كده بالاحساس، لا احنا في بوينتس عايزين نمشي فيها ستاندردايز بوينت باي بوينت عشان نفول كومنت على اكس راي وندي فعلا ان اكتشوال ايديا about how good or bad is the procedure itself، واحنا محتاجين نعمل another intervention or not. فلازم يبقى في systemic way of assessment of the x-ray، وده مش هيحصل بان احنا ناخد single view، احنا محتاجين views في اوضاع معينة عشان نفول comment and give a full idea. وبالتالي احنا محتاجين AP and lateral view، lateral view of the stable and lateral view of the stem or femur. واحنا تملي في حاجات كتيره قوي او ساينز كتير قوي مش هنقدر نطلعها غير لما نكمبير الاكس راي اوفر تايم. ولازم ناخد بالنا من الساينز اللي احنا اتفقنا عليها سواء ساينز بتاع البون فورميشن او الترانسلوسنسي، ولازم نكزامن او نكمبير الامبلانت نفسه والانترفيسز اراوند. ثانك يو. Thank you.
ثانك يو دكتور يونس. دلوقتي عندنا بوست اوبرتيف انستابيليتي للاستاذ الدكتور فؤاد زام. دكتور يونس عايز يبوظ ال لا ما تعملش بتاعتي هات لي الفلاش على طول. يقلب من هنا كده وكده ولا ازاي؟ طيب هنتكلم على ال one of the very commonest and most important reason for a failure of a hip replacement which is basically what we call instability. انا هبتدي اسال حضراتكم سؤال بسيط جدا، مين هنا ما شافش dislocated hip؟ مين ساعد في توتال هيب وبعد ما ساعد فيها شافها ديسلوكيتد؟ ومين عمل توتال هيب وشافها ديسلوكيتد؟ كويس، يعني ديسلوكيشن علينا حق. يعني العيانه اللطيفه دي كان جالها فراكشر زي ما حضراتكم شايفين، وبعدين somebody thought انه the reason for its failure انه كان الامبلانت ده is not a good implant، وبالتالي الديسيجن كان انه هيحط لها a very sophisticated proximal femoral lock plate. دخل ان it was still a failure وشي كام with an eaten up femoral head زي ما حضراتكم شايفين، وبالتالي قلنا نعمل لها hip replacement. She is in her late 50s فشيز نوت a candidate for a bipolar، وبالتالي عملنا لها this type of implant. تمام؟ كان البون very soft it was very difficult وريكونستركت الابدكترز، وبعدين بعد شويه ابتدت تمشي، وبعدين شي ستارتد تو ووك ابتدى يحصل لها الحاجات دي. السخافه في الحالات دي انه this is an unstable hip but it's not a dislocated hip. ف if you go to the back of the history she will tell you that she's been in that history for 2 years ما بين الكسر وبعدين the first surgery و the second surgery. قلت لها it's obvious that your abductors have gone away. وانا صراحة I don't know if I can reconstruct these abductors بعد 3 surgeries. قلت لها I think we probably need to do a revision. But she said no. If you revise me you might as well just throw me off the window. فأنا مش عايزة خلاص. وابتدت تمشي وتقول لي أنا عارفة في وضع كده بحط فيه رجلي بحس إنها هتخلع أرجعه تاني وأمشي. She was quite happy. وأنا كنت مبسوط قوي الصراحة. لغاية ما وقعت. وبعدين وقعت وقعه جامده، فالكبسول والسكارنج والسوفت تيشوز اللي كان مينتيننج بريفنتنج ذا هيب فروم ديسلوكيتنج اولدو ذا هيب از انستابل ما عملش الشغلانه بتاعته، والهد دي طلعت بره، وفي الاخر انتهينا لاننا نضطر نعمل لها بيس ترايبول كابس. فاول يعني ليرنينج اوتكم عايز حضرتك تعرفوه انه if you put them in they might as well go out at some point. وارد، مفيش حد ما بيخلعلوش مفاصل. احنا عايزين نتعلم النهارده why they dislocate, how can we prevent them if we can or how can we minimize them from dislocation, and when they do dislocate how we analyze them properly وازاي نبقى عارفين هنعالجهم ازاي. اعتقد this is a very important issue because an unstable hip is one of the worst disaster that anybody ممكن تحصل. Actually it's a psychological burden على العيان وعلى الجراح، وأسوأ حاجة لما تلاقي بالليل العيان مشي يروح بقاله أسبوعين ثلاثة وبعدين تلاقي النائب بتاع حضرتك يكلمك يقول لك هو العيان جاي وعنده شوية شورتنج ورجله لفة كده لجوه ومش مبسوط. يعني الانسنس بتاعه has been variable in the literature. Before the year 2000 كان it has been reported differently between the primaries and revisions 10% in the primaries up to 20%. In true reality
Definitely we have reduced that incidence. It has been reduced by 35% for early dislocations. Still though, they do happen. ولو حضرتك بتعمل 100 hips a year, you're bound to see 3 to 4 a year, which is not a very pleasant thing. ولما حضرتك تعرف انه it is successful closed only in 2/3 of the cases, which is about 60 to 65%, that means انه if you're replacing 200 hips a year, then probably you should be getting about 7 to 8 of these that dislocate a year, and 2 of them you need to revise them. And if you go to revise an unstable hip, this is really walking in the mud. لأنه most of us, and me included for a long time, I found it extremely difficult to assess a patient with an unstable hip and to try to know why they dislocate. Sometimes you can tell. عيانة واضح إنها عندها أبدكتور صغيرة وما عندهاش soft tissue. You know that this is an unstable hip. Sometimes you find a component which is malpositioned. But I will show you cases where you really don't know. Why is this hip dislocating? It is just simply dislocating. The causes of instability, one of the people, Larry Doar from UCLA, عمل lots of studies على dislocation. It seems to have been one of his issues. ونقول إن hips dislocate because of these. The first هي غلط العيان. هو العيان الهباب، هو اللي بيخلع. And in fact, sometimes this is true. Patient's compliance is important. And you have to identify the patients who are not compliant. تاني حاجة, they might have a soft tissue issue. زي ما ورينا حضراتكم عنده مشكلة في soft tissue. And this is one of the worst things to repair and to try to correct. تالت حاجة ورابع حاجة هو الاثنين عبارة عن impingements. واحد فيهم الكومبوننت بيمبنج مع بعض. And if your components are impinging against each other, this is your fault. You've put them in a malposition. And these are the best cases you want to revise because you know that if you put your cup wrong, you will put it right, it won't dislocate. If you put your stem wrong, you put it right, it should not dislocate. ودي الحالات اللي بتجيب أحسن results. رابع حاجة إنه الimpingement جاي من حاجة تانية. يا بوني, وكلنا بندور على حاجات البوني, حتة سمنت, piece of bone and so on. But what we usually miss, because you don't know how to dissect the hips postoperatively well or in the revision setting, the soft tissue. Sometimes they dislocate on soft tissues. They dislocate on scars. They dislocate on nodules. وإحنا ساعات we miss the soft tissue. واللي أنا ما حطتوش هنا واللي اتحط هنشوفه بعدين في حالات we really don't know. They're just dislocating. They're a mixture. They're a mixture of a gray zone ما بين عيان slightly non-compliant على حاجات إحنا ابتدينا نفهمها في العلاقة ما بين the relationship of the spine to the pelvis and so on. لو نبص هنا احنا دلوقتي عايزين فهمنا الديسلوكيشن بتحصل ازاي فwe want to prevent it. فif we really want to prevent it, some people take this as a routine. What do? They use a large head. They put their cup slightly little bit closed, بدل ما نحطه 45 نحطه 35. نبتدي نزود شوية الرينج. الحاجات من هذا القبيل. ناخد بالنا ان احنا if we have a patient with a preoperative varus with a long offset, يبقى نطول الأوفست عشان لما بنطول الأوفست ده بيزود الرينج اوف موشن فيحسن الديسلوكيشن and so on. وطبعا an important thing is to see your patient. If you have a patient who seems like he's a non-compliant patient, احنا في بلدنا اكتر حاجة بنخاف منها الديمنشيا والالزهايمر. فيو هاف تو نو. And if you know, you might as well tell your patients beforehand. لازم اقعد مع العيان واقول له خد بالك انت في حاجة, قول لأهله take care, document it, put it down in العيان ده عنده a higher risk of dislocation so that your patients and their family do not get terribly upset when they dislocate their hips. في the preoperative assessment to prevent, one of the things you can actually try to study is the soft tissue. وكلنا بنهتم جدا بالابدكتورز, انك تحط العيان في lateral position and you test it against resistance وتشوف اللي بيحصل. But there is an issue هنتكلم عليه shortly بعد شوية, which is the spinopelvic mobility. This is an issue that most of us do not look at. How many of us, in preoperatively assessing a hip, بياخدوا a lateral spinopelvic view? None. We don't even know how to look at spinopelvic view. We don't really know how to measure
the relationship between the sacral tilt and the pelvic tilt and what we call the acetabular anti-inclination and what we call the pelvic femoral angles. We don't know about these. We, in fact, 10% of our patients are at a dangerous zone because they either have what we call a stiff hyperlordotic spine, and we'll show you how this affects your stability, or a flexible hyperlordotic spine. محدش فينا متخيل الكلام ده انه the position and the mobility of your spine can truly affect the version and can truly affect the position of your cup. It's difficult for us to assess. لكن عشان نprevent, we have to do proper preoperative planning to anticipate the problems. طيب لما نخش intraoperatively, اتكلمنا على positioning وكلنا عارفين ان احنا في بلدنا التكنولوجي اوف السندات متأخرة شوية. ويوجولي اور بيشنتس ستارت ان ا بوزيشن اند اند اب ان ا سلايتلي ديفرنت بوزيشن. ولذلك اتس امبورتنت ان احنا ناخد بالنا من انه ذا تشينج ان ذا بوزيشن سبيشلي اف يور اوبريتنج ان ا لاترال ديكيوبيتس بوزيشن بينتهي بانه حضرتك يو جيت ديسيفد باي ذا انكلينيشن اوف يور كاب. وذيس از واي اتس اكستريملي امبورتنت اللي وريناه قبل كده في الفيديوز اننا نشوف لاند ماركس اناتوميكال لاند ماركس تورينا الدنيا ماشيه ازاي. What about the component positioning؟ الكومبوننت بوزيشننج حصل عليها ديبيتس كتيره جدا. وان فاكت هو كل ما تحاول تحسن الاستابيليتي ده بيجي على حساب الواب. Yet we do have some general لاند ماركس بنقول ان الابكشن رينج 45 بلس اور ماينس 10 ديجريز، الانتي فيرجن 15 بلس اور ماينس 10 ديجريز، دولت الرينجز اللي وي ونت تو بوت اور كابس ان. One of the most important landmarks is the transverse acetabular ligament. واحنا شفناه في الفيديو how we assess وازاي نحط الكابس in relation to that. الكومبايند انتيفيرجن تكنيك ابتدى ياخد امبورتنس النهارده في الليترشر كتير، بالذات بعد ما الناس ابتدت تدرس اللارج هيد والميتال هيدز. هو سمبلي اتس ذا سميشن اوف ذا انتيفيرجن ات ذا فيمورال ليفل بلس ذا انتيفيرجن ات ذا acetabular ليفل. فهيك لو بصيت على الاكزل كات هنا بتاعت السي تي ده هتجد ان this is the acetabular antiversion، ولو بصيت من تحت على الليفل ده هتقول ان this is the antiversion of the femur. وعشان الفيمورال نيك دي تيمبنج على الانتيرير وول ده you have to rotate internally this hip by that degree and then you have to rotate it more by that degree. This is the combined antiversion angle. When you add the antiversion of the femur to the antiversion of the acetabulum, this is the range of safety you can actually use for stability. This is what I'm talking about, the spinopelvic mobility. Inno, if you have a stiff spine like this and the patient stands, the degree of backward pelvic tilt is not good enough. وبالتالي سهل جدا ان الهيب دي تيمبنج like that posteriorly because of this stiff spine. والعكس موجود for what we call the hyperlordotic hyperflexible spine. If you have an excessive lordosis like that, اللي بيحصل انه with an excessive lordosis in sitting, the pelvis بيبقى tilted too much anteriorly, وبالتالي when you flex your hip, you can impinge on the front inflection. But this is something that is now is gaining popularity and interest. حاجة تانية، انك وانت بتشتغل intraoperatively, there are some things that we can use to reduce the instances of dislocation and instability. منها المودولاريتي. حاجات على مستوى الستم تقدر تستخدم short offset or long offset, whatever you're going to use. اللاينرز اللي اتكلمنا عليها ما بين الاكستندد لاينرز واللونج لابس والحاجات اللي زي كده. عيبها طبعا ان في كومبرومايزز. المودولاريتي بتاثر على الكوروجن والترانيونوزز، بتحصل امبنجمنت مع اللبس وتعمل فريتنج، وساعات يحصل even shell liner dissociations. فالمودولاريتي makes us easier to finally tweet ال components. واهم حاجه بنستخدمها انك تعمل trial component، تتاكد ان everything is fine before you actually implant your final implantation inside. فدي حاجات بتساعدنا ولكن it has a compromise. الفيمورال هيد سايز الناس اتكلمت كتير عليه و it has been mentioned من دكتور احمد الصبح لما قال لكم حته الايه الدروب هايت. الدروب هايت ده كلنا نقدر نشوف ان if you use a 36 millimeter head you need to drop that head by 21 millimeter, يعني 2 سنتي عشان it dislocates. Whereas if you use a 22 millimeter head, you can only drop it by 7 millimeter for it to dislocate. But this is an advantage of the large heads.
وانها كمان it allows increased range of motion before impingement. السوفت تيشو بريزرفيشن احنا اتكلمنا عليها وشفناها الصبح ازاي you have to repair everything. It's very important that you repair your soft tissue. اللي بيعملوا anterolateral approach are equally interested in it. The posterior approach has been found in the literature that you can reduce the instance of dislocation 8-fold by doing proper myocapsular repair. And now the dislocation rate with the proper myocapsular repair for the posterior approach is very comparable to the anterolateral approach. This is an idea about how serious a soft tissue problem is. ده الالفال اللي بنقول عليه soft tissue region اللي كان بيجي مع المتلون متل. You can see that there has been a lot of wear in this, an impingement in here. Well, this is an alveol ويحتاج انه يتعمل له constrained hip because there are absolutely no soft tissue. So how are we going to treat it? 65% you just simply pull them back and you reduce them. But in 2/3 of the cases you don't. And if you can't find the reason why, some people even put them in a mid-hip spiker. الفكرة هل do they really need a brace? Not really. Why do we put a brace when you reduce them? We put the brace عشان نحسسهم ان هما they dislocated. We put the brace عشان نبطئهم هما بيمشوا يحسوا ان في حاجة غلط. But they don't actually go back to the same level of increased activity that they used to. The first thing, once you've reduced your hip, most of us send the patient home. But we don't analyze them. We really need to analyze them because we really need to know why they're dislocating. Is it a malposition component? Is it a soft tissue issue? Is it an impingement? What is it? What is the reason for this hip to dislocate? A Rush group from Chicago published a very interesting paper about linking the causes to what is the treatment. When to lahatul? If we have an acetabular malposition, what is the treatment? You revise the cup. If you have a femoral, so this is an acetabular malposition, you revise the cup. Okay, this is a neutral cup and this is a more antiverted cup. If you have a femoral malposition, whether it's an antiversion or retroversion, what do? You revise the stem. الشركات بقى بتاعت تلعب معنا لعبة. إنه, do you really need to revise them? فابتدوا يدونا شوية implants عشان تصلح little errors. فابتدوا يدونا more stable implants. Implants like this. They give us large heads. ابتدوا يدونا tripolar cups. Dual mobility. Constrained cups. حاجات كثيرة جدا. وحنوري لحضراتكم ان هي they are not always the answer. If you have an abductor insufficiency, this is mostly where most of us would use either constrained cup يا اما بنستخدم tripolar. This ده عيان كانت عمل له revision وما بقاش عنده soft tissue وحطينا له tripolar cup, حطينا له constrained cup, وthis is a tripolar cup. في بعض الناس, this is another example of somebody who's dislocating her hip repeatedly. They used for her a small head on a very large cup. This is when usually hips tend to dislocate. فالresults بتاعتها أو solution بتاعتها كانت إن أنت you increase the size of the cup. This is one technique somebody mentioned. Leo Whiteside mentioned it about doing what we call the soft tissue reconstruction. It's a gluteus maximus and tensor fascia lata reconstruction, which you can actually read in the literature. He's been using it with some of the soft tissue insufficiencies. If you have a bony impingement, what do you do? You excise the impinging part, but you have to identify the impinging part, and that's sometimes difficult. Well, soft tissue من الحاجات اللي easy for us to miss. آخر نوع من ال instability بيحصل delayed instability due to wear. يبتدي يحصل polyethylene wear, وبالتالي لما يحصل polyethylene wear, what do we have to do? We can revise the wear, the insert, and we call this a dry revision. Simply, you simply remove that and put it in. And if you cannot find the same type of insert with a cup that is well integrated, some people cement a new poly within a well-preserved shell, especially if you have an elderly patient that you don't want to go into excessive revisions. And some cases are simply unclear. We really don't know where they're dislocated. ودي أسوأ الحالات, يعني هنا العيانة دي عمالة بتدسلوكيت, nobody knows why she's dislocating. What they did is they put a large head, they closed up the cup, and she stopped to dislocate. And the cups were in a good position. Another example, this is a constrained cup. And it dislocated from a constrained cup. So the constraint mechanisms are not foolproof. And the surgeon did a dual mobility cup to try to improve it.
So what about this issue about dual mobility cups? الناس كلها النهاردة بقت متخيلة إن ده السحر. If you have an unstable hip, do a dual mobility cup. It will work. Dual mobility is a clever idea. This is true that you are putting a shell into the acetabulum. The head goes to the femur. And you increase another layer of poly between the head and the shell. And the two levels of rotations increase the range of your safety in your rotation. وبالتالي, presumably, this is going to reduce the incidence of your dislocation. And because people are pushing us to use dual mobility cups, I thought that perhaps you need to read this new paper, just published in 2017, about the incidence of dislocations in dual mobility cups. But you can actually have a dislocation in dual mobility cup. You can have an intraprosthetic dislocation within the dual mobility cup. And people invented constrained dual mobilities. And presumably, these do not dislocate. Not really. Even constrained tripolar and dual mobility cups tend to dislocate. So if you think you have an invention that is going to guard you and protect you against dislocation, you're in for a surprise. So my take-home message to you is that dislocation is much more common than you think. And you have to realize why they're happening. You really need to analyze and assess your patients so that you can try to prevent dislocation, because prevention is better than the treatment. But when they do happen, the treatment is not putting a dual mobility or a constrained implant. The treatment is to analyze your patients, know why they're dislocating. And when you know why they're dislocating, you can have a plan to correct the defect. Thank you. Implants in discrepancy, and this will be presented by Professor Mulham Mahmoud. ممكن نقف كده ونحرك شوية بعد المحاضرة الدسمة دي عشان نقدر نخش على المحاضرة اللي بعدها لحد ما يعملوا سيت اب. خلاص فتح سيب فرصة خلاص فتح
بعد المحاضره الجميله اللي ادهالنا الدكتور فؤاد هنتكلم على ايشو تاني. هو برضو الايشو دون شائك ودايما بنقول عليه السهل الممتنع. يعني متهيألي مفيش حد فينا ما شافش لمب لينث ديسكربنسي سواء قبل ما العيان يعمل توتال هيت او بعد اما يعمل توتال هيت. اللي انا عايزكم تعرفوه من المحاضره دي اربع نقط. يعني ايه لمب لينث ديسكربنسي؟ ايه اللي احنا مهتمين بيه؟ ايه المشاكل اللي ممكن تحصل منه؟ ازاي تو افويد قبل ما تعمل للعيان دون توتال هيب انه يحصل له لمب لينث ديسكربنسي؟ ولو حصل هتتعامل معاه ازاي؟ اول نقطه واسهلهم هي الديفينيشن. يعني ايه لمب لينث ديسكربنسي؟ يعني الاثنين مش طول بعض بس كده. بالظبط كده. معلش وضع فيه تكنيكال ايرور. يعني اللمب لينث ديسكربنسي الناحيه اليمين مش زي الناحيه الشمال. طيب ليه الموضوع ده مهم؟ اول حاجه للبيشنت ساتسفاكشن. ما اعتقدش ان بيشنت بعد ما تعمل له توتال هيب او اي جراح يعمل له يلاقي نفسه في رجل اطول من رجل. هتلاقي كل شويه يجي لك في الفولو اب الوجع راح انا مبسوط تسلم ايديك يا دكتور بس رجلي اطول. طبعا بيشنت مش ساتسفايد انت كجراح مش هتبقى ساتسفايد. النقطه الثانيه ممكن يحصل منه كومبليكيشن يبقى عنده جيت ابنورماليتي عنده لو باك بين سام تايمز ممكن يحصل نيرف انجري يحصل يحصل ستريتشنج وساعات يحصل فود دروب وساعات بتضطر انك تدخل عين في ريفيجن. النقطه الثالثه المهمه ميديكو ليجل. في اخر سنين في اليونايتد ستيتس اكتر سبب للميديكو ليجل وللقضايا اللي بتترفع على جراحين بيعملوا توتال هيب هو الليمب لينث ديسكربنسي. يعني الكلام ده ما بقاش مقبول عند المريض او ان هو بيعديه. بيحصل عندنا السيناريوهات التاليه. يا اما العيان قبل العمليه كان رجليه الاثنين طول بعض او رجليه واحده اطول من الثانيه وبعد ما عملت له التوتال هيب يا اما الاثنين بقوا طول بعض يا اما برده واحده اطول من الثانيه. بيبقى عندنا فور سيناريوز. لو انت مدخل العيان رجليه طول بعض وطلعته رجليه طول بعض خلاص هو العيان ساتسفايد ومبسوط وتسلم ايديك يا دكتور. طيب لو انت مدخل العيان ناحيه اطول من ناحيه وبعد العمليه الاثنين طول بعض ده هايل ده انت دكتور العبقري اللي انت ظبطت له رجله. ممكن يبقى الكلام ده مش صح. هنعرف ازاي؟ طيب لو هو قبل العمليه في رجل اطول من رجل وانت عملت له التوتال هيب وطلعته زي ما هو اكيد هيبقى مستاء. هيقول لك انا عملت العمليه وعلشان كذا. تقعد بقى تشرح له المفروض تكون قايل له من الاول انا احتمال تبقى الرجل دي بعد العمليه مش طول الرجل الثالثه. طب لو هو انت مدخله رجليه الاثنين طول بعض وطلعته بواحده اطول من الثانيه متهيألي مش هيبقى موضوع انه زعلان بس هيبقى الموضوع اكتر من كده شويه. نتجنب بقى ازاي السيناريوهات السيئه وتخلينا في السيناريوهات الكويسه. ايه الصوره دي؟ دي صوره ايه؟ ترزي. برافو عليكم. بيعمل ايه الترزي ده؟ بيفصل بدله. يمكن الناس الكبار شويه يعني كانوا دايما بيفصلوا بدل. الجيل الاصغر نادرا دلوقتي حد يفصل بدل. لو ان دلوقتي حتى البراند ابتدوا يرجعوا للتفصيل لانه بيبقى فيري بريسايز. ايه علاقه الترزي بالموضوع؟ الناس اللي كانت بتفصل لو راح عمل بدله وفي الاخر طلع لا ان عنده ايد اطول من ايد ولا رجل بنطلون اطول طبعا بيستاء جدا ويروح يتخانق مع الترزي. فاكيد يعني البيشنت مش ساتسفايد الى حد ما هيبقى عنده حق. النقطه الثانيه الترزي بقى الحريف كان ازاي يتجنب الموضوع ده؟ كان بيعمل حاجه اسمها بروفا. تروح له الاول ياخد مقاسك وبعد كده يقول لك تعالى كمان اسبوع فصلتها بيخيطها كده حاجه بسيطه ويقيسها عليك. ياخد البروفا بتاعته ممكن يعمل لك بروفا ثانيه لحد ما يعمل لك البدله تطلع عليك مظبوطه ما فيش ملي ناقص او ملي زايد تبقى بدله ممتازه. انت المفروض تعمل كده. انت لازم تبقى حريص على ان العيان يطلع فيري بريسايز اكتر من الترزي مع البدله. فلازم بري اوبراتيف مهم جدا. في ميجرز هنتكلم عليها. انترا اوبراتيف ميجرز هنقولها علشان ما تضطرش تتعامل معاه بوست اوبراتيف وتحل له المشكله بتاعته. لمب لينث في عندنا حاجتين. ايه هو الترو لمب لينث وايه هو الابارنت لمب لينث؟ سيمبلي كده لمب لينث الترو اللي هو الطول الحقيقي للم يعني من اول كده الهيب لحد الانكل الطول الحقيقي بتاعه لحد ما يبلس الارض. انما الابارنت بنطلع شويه او بتقيسه بالميد لاين من على الناحيتين. ده كده لما تيجي تقيس الترو لمب لينث انك انت بتقيسه من الانتيريو سوبيريور الياك سباين للميديال مالولس. امال الابارنت بنقيسه ازاي؟ من نقطه من الميد لاين غالبا من الامبلايتس.
ولازم تحط في دماغك ان اكشوال اللي العيان بيحس بيه هو الابارنت مش الترو. يعني سهل جدا يبقى العيان ترو طول بعض بس لانه عنده حاجه فوق البلفس اوبليكيتي او عنده سباين ديفيشن يحس ان في ناحيه اطول من ناحيه، والعكس ممكن تبقى في رجل اصلا من رجل وهو طول عمره عايش بيها ومش حاسس بيها لانه عامل سنه بلفيك اوبليكيتي معوضه الطول. فلازم يبقى فاهمين لما تيجي انت تقيس العيان في العياده بتاعتك سواء قبل العمليه او بعد العمليه لازم تقيسوا الاثنين دول، ما ينفعش تقيس بس الترو او الابارنت. الحته بقى الجايه دي مهمه جدا ودي بقى محتاجه تركيز 100%، لو اللي قبل كده كان حد مش مركز لازم يركز معانا عشان هيتبين عليه كل حاجه. بعد ما انت قست الترو لمب لينث والابارنت لمب لينث هتطلع برده باربع سيناريوهات. انك انت الناحيتين ايكوال لما قستهم كترو لمب لينث يعني من الانتيريو سوبيريو اليك سباين للميديال مالوس الناحيه دي طول الناحيه دي، ولما قست الابارنت اللي هو من الامبلايكس للميديال مالوس على الناحيتين ده ايكوال ده. يبقى ده معناه ان العيان ده عنده ايكوال لمبس وما عندوش اوبليكتي في البلفس اللي هو المفترض زينا كده كلنا. احنا المفروض كلنا او معظم الناس اللي قاعده المفترض التو لمبس طول بعض وما عندوش بلفيك اوبليكتي. طيب لو انت استلوا الاثنين لقيتهم مش متساويين، يعني قست اليمين والشمال لقيت ده واحده اطول من واحده بسنتي في الترو وفي الابارنت، يبقى ده ايه؟ يبقى ده فعلا عنده رجل اقصر من رجل وما عندوش بلفيك اوبليكتي. هو خلاص كل مشكلته ان في لمب اقصر من لمب ولو عوضته الموضوع انتهى. طيب الاحتمال الثالث انك انت استلو الاثنين ترو لمب لينث على الناحيتين متساويين، بس لما جيت تقيس الابارنت لقيت في ناحيه اطول من ناحيه، ينفع؟ اه ينفع. انك انت في اوبليكتي فلما حصل الاوبليكتي يبقى لما جيت تقيس الابارنت بقت في ناحيه اطول من ناحيه، ودي اللي العين بيحس فيها لما يجي يمشي. اخر احتمال انك انت قست الترو على الناحيتين لقيتهم مش متساويين، بس جيت قست الابارنت لقيتهم متساويين. ايه اللي حصل؟ ان هو عنده في ناحيه اقصر من ناحيه بس في اوبليكتي عوضتها. علشان ما نتلخبطش، الترو هو الطول الحقيقي للور ليمب من طول الهب للانكل، الابارنت يبقى بتدخل عامل فوقيه اللي هو البلفس او السباين. طيب ايه الانسنس بتاعه؟ طبعا في ليتشر كتير وفي كلام، انا احب بس اخد كوتيشن كان قاله سير جون شارلي اللي هي ايه؟ اوفر لينثنينج اوف اب تو 1 سنتيمتر كان بي جاستيفايد بيكوز ات بيرميت اكتيف ريهابيليتيشن اند بيشنت فيري سون بيكام ادجاستد تو ات. ده الكلام ده من 40 سنه، يعني هو يقول لك ساعات انت تزوده سنتي لان ده هيتحسن والعيان بقى مش هيحس بيه. هل الكلام دون لسه قائم او مقبول في 2017؟ هنشوف الموضوع ده. نرجع بقى للبري اوبراتيف اسسمنت بتاع ده، لازم تاخد هيستوري كويس من العيان. يعني قبل ما تعملوا العمليه قول له انت حاسس ان في ناحيه اطول من ناحيه، لما بتشتري بنطلون بتيجي تقصر من حته اكتر من حته، هل كان عندك عملت عمليات قبل كده في الهيب او في السباين، العيان عنده مصل عنده بوليو. مهم قوي انك انت الكلام ده تاخده، لانك انت ما تاخدش العيان ويبقى شافه النايب بتاعك يبقى هو عنده حاجه في الباست او هو كان من الاول حاسس ان في شورتنينج وانت ما تعرفش الموضوع ده. تبتدي طبعا تعمل له فول اكزامينيشن هيبس بلفيس اند سباين وتقيس له الترو اند ابارنت لمب لينث. ازاي بنقيس؟ اشهر طريقه طبعا بالتيب ميجر بتقيس الترو والابارنت. في طريقه تانية اللي هي اندايركت او بلوك تيست، ده طبعا بالتيب ميجرز وبالبلوك تيست، انك انت بتيكوالايز البلفيس بانك بتحط بلوك تحت الناحيه القصيره لحد ما يبقى ايكوالايز ولحد ما العيان يبقى حاسس ان هو ما فيش شورتنج. الفرق في البلوكس دون هو دون الفرق بين الرجلين الاثنين. نقطتين بس نقولهم بسرعه، التاب ميجرز معظم الليتريشر بتقول انك انت المين حسب مره واحده، يعني ايه؟ يعني العيان ده تقيسه في كذا فيزيت وتاخد المين بتاعهم، ده اقرب للدقه. الحاجه الثانيه البلوك تيست بتقدر بتشوف لو هو عنده فيكسد بلفيك اوبليكيتي ولا موبايل. نخش على الراديوجرافيك اسسمنت، لازم تاخد له انتروبستيرو بلفيس اكس راي، ممكن نستخدم فول لينث او نستخدم الاسكانوجرام. مهم قوي في البلفيس اكس راي ان هو يبقى لو سنترد، الهيبس باينين، سنه انتردر روتيشن عشان يبقى ترو اي بي، وتاخد التكه كلها انك تاخد اثنين فيكسد بوينت. ايه مش مهم؟ يعني ممكن تاخد توصل من التير دروب خط وتاخد من ليستر ترو كانتر على الناحيتين، ممكن
تستعمل الاسكيال لاين، ممكن تستعمل الابتوريتور السوبيريور بوردر. المهم في الاخر انك تاخد نقطه على البلفس ونقطه على الفيمر وتقيس المسافه بينهم. انهي نقطتين ما يفرقش؟ تقول لي خدت الليستر تروكانتر فوقيها المور بروميننت تحتيها، مش مهم، المهم ثبت نقطه ثابته هنا وهنا وتقيس على الناحيتين. طبعا فول لينث طبعا هايل، سكانوجرام طبعا مهم جدا، كل الكلام ده لو العيان انت شاكك فيه لازم تعمله بري اوبراتيف. ومهم جدا التمبليتنج او بري اوبراتيف بلاننج، واهم حاجه بتاثر على الهايت، مش هي الحاجه الوحيده، انما اهم حاجه طبعا الفيرتيكال هايت ديفرنس، انما كل حاجه بتاثر، الفيرجن هتاخد القط فين، انما اهم نقطه الهايت. دخلت بقى على العمليه، ايه اللي انت هتعمله؟ عندنا 8 طرق لو احنا التزمنا بيهم منفردين او مجتمعين المفترض ان العيان ده ما يحصلوش فرق في رجليه او فرق محسوب انت عارف ان هو عنده من الاول. ومعظم الطرق دي بتعتمد على حاجه مهمه جدا جدا جدا، انك انت تبقى محافظ على البوزيشن بتاع العيان، يعني محطوط لاترال لاترال ثابت ما بيتغيرش، والهيب حطه في ادكشن معين او فليكشن معين، لان كل او معظم النقط دي انت بتقيس قبل ما تاخد القط بتاعتك وبعد ما تحط الترايل كومبوننت. فلو انت غيرت بوزيشن الهيب او بوزيشن العيان يبقى الميجر بتاعك هيبقى مش مظبوط، انت لازم تبقى حاطط في بوزيشن معين حافظه، قست في الاول وبعد ما خدت القط رجعت قست في نفس البوزيشن. اول نقطتين هنعديهم بسرعه، انك انت تستيك تو ذا بري اوبراتيف تمبليتنج، انت خلاص عرفت هتحط السايز ده وهتاخد الكات بالطريقه دي تستيك ليها، ده البدايه بتاعتك. بعد كده ممكن نموديفاي فيه، ممكن، انما ده نمره واحد. نمره اثنين طبعا الشاك تيست او التلسكوبينج تيست، ده فيري كرود، انك انت هتعتمد عليه ان هو ده اللي هيظبط لك اللينث، لا، لو هو فيه مشكله غالبا تحديت مرحله اللينث بلينت ديسكربنسي بكتير. النقطة الثالثة بقى المهمة اللي هي الاكسترنال بوني لاند مارك، واشهرها طبعا كلنا بنحس الباتيلا ونقول ده يبقى هنا، ده اطول ده اقصر. مهم جدا البوزيشن، انك العيان حطه في بوزيشن معين والهيب في بوزيشن معين قبل ما تاخد الكات بتاعة النك. بعد ما خدت الكات وحطيت الترايل نفس البوزيشن تقيس منه وتحط ايدك. وتسهيلا ان احنا بنحب نحط بعد ما تفرش العيان ما تبقاش قادر تحس البوني لاند مارك كويس، فمهمة قوي التريك دي، انك انت تحط الليد بتاع الاي سي جي تلزقه بحيث يبقى الحته البروميننت منها انت حاسسها من تحت الفرش. الحاجه الرابعه انك انت هتحدد ديستانس معينه تقيسها قبل الكات وبعد الكات. اشهرهم انك انت بين السنتر اوف ذا هيد والليستر تروكانتر، انك انت قبل ما بتعمل العمليه او قبل ما تاخد الكات بتاعك بتقيس ما بين السنتر اوف ذا هيد والليسر تروكانتر وتشوف الميجر قد ايه. ممكن تستخدم برضو طبعا الديستا بتوين الجريتر تروكانتر والفيمورال هيد، دي تنفع ودي تنفع. هنا كده الصوره الاولانيه دي الليسر مع الفيمورال ترايل، اللي تحت اللي هي الناحيه الشمال قبل ما يعمل الكات، واليمين بعد ما خد الكات وحط الترايل كومبوننت. الحاجه الخامسه اللي نستعملها، بنستعمل حاجه اسمها الكاليبر او السيمي كاليبرز، يعني ايه؟ يعني زي البرجل او زي الحاجه المقاييل اللي بتقيس ما بين نقطتين، انك انت بتحدد نقطه على البلفس وبتحدد نقطه على الفيمر وتقيسهم، وبعد ما تاخد الكات ترجع بنفس الكاليبر ده تقيسهم. ده اللي هي صوره الكاليبر. طيب لو ما فيش كاليبر ممكن تستعمل جايد واير، تحط جايد واير سوبرا استابلر وتتنيه وتحدد البوينت بتاعتك على الجريتر تروكانتر بكوتري مارك وترجع تقيسها. في برضه طريقه بنفس البرنسبل، ان الناس بتاخد يوني كورتيكال سكرو فوق الاستابيولر وتحط فيه المفك، فبقى المفك بتاعك دون هو الدراع بتاع الكاليبر وتقدر تقيس منه على البوينت اللي على الفيما. ده كده شكل الكاليبر. هنا انتر اوبراتيف احنا شايفين اهو الكاليبر بيعتمد ان في تو بارت وبتقيس منهم، صوره اوضح. ساعات الناس بتحط كمان زي ميزان ميه كده ستيرلايز سيريلايزد ليفل عشان يضمن لك ان حتى الكاليبر بتاعك في نفس الاتجاه، انك انت ما ميلتش ناحيه عن ناحيه، انت كله عايز تافويد مليمترز، انت مش بتقول هيبقى في فرق 2 3 سم، انت عايز العيان يبقى ما فيش بين الرجل والثانيه ملي 2 3 ملي. فاي تغير في اتجاه الكاليبر او اي تغير في البوزيشن بتاع العيان او بوزيشن بتاع الهيب هيدي لك ايرور في القرايه بتاعتك. الميثود اللي بعد كده بتستخدم كاليبر بس بتقيس بيها ايه؟ بعد ما خدت الكات تقيس الهيد والنك بالكاليبر تشوف دي قد ايه، وتقيس بنفس الكاليبر دون
على الترايل اللي انت هتحطه تشوف الهيد والنيك اللي محطوطين بنفس الترايل. لو اللي انت اخترتهم بناء على التمبليتنج بتاعك نفس دي، يبقى انت ده هيعوض ده، يبقى انت كده بيرفكت. لو انت كنت عايز تطول العين ده مثلا 5 مللي، يبقى المفروض القرايه الجديده تبقى 5 مللي عن اللي انت قريتها من الكات. يعني المفروض انك انت توصل للهدف بتاعك عن طريق انك انت بتقيس الكاليبر للجزء اللي انت قطعته مع الجزء اللي انت يور ريبليسنج. اخر طريقه انك انت بتاخد انترا اوبراتيف اكس راي، انك بعد اما تحط الترايل كومبوننت بتاعك تقدر تاخد اكس راي، ولازم تبقى عامل السيت اب ده من الاول. ده السيت اب بتاع الاكس راي، ولازم كومبليت سترايلايزيشن وتايزوليت العيان، وترجع تبص اديك حطيت هنا مثلا الترايل كومبوننت. الصوره اللي بعدها اللي فوق انت عملت ترايل كومبوننت، اللي هيركز شويه هيلاقي ان هنا ده اللينت ده مش مظبوط، الناحيه اللي محطوطه دي شورتن شويه. فريفايز يور سيلف وحطيت الكومبوننت بوست اوبريتيف وصلت للاوبتيمم لينث. فمهم جدا ان احنا دايما نفكر في موضوع الاكس راي، والاكس راي مش مستعمل بس دلوقتي في الامبلانتنج، ممكن عشان تتاكد من الفيرجن، من السايز بتاع الكومبوننت بتاعك، انك انت كل حاجه ايفري ثينج از اوكي، فدايما نحطه ان اور مايند. اهم نقطه never 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 jeopardize your stability for the sake of equal lower limbs. يعني من المحاضره اللي فاتت احنا عرفنا ايه الطرق الكتير اللي احنا هنستخدمها عشان نحافظ على الاستابيليتي، الفيرجن والكومبوننت امبنجمنت، وانك انت هتحسن الاوفست. ساعات وبالذات في الريفيجن ممكن تضطر انك تطول الرجل شويه علشان تدي السوفت تيشو تنشن يحافظ على الاستابيليتي. فهل لو انت دلوقتي ما بين خيارين انك انت لازم توصل للليمب لينث ايكوال ولا الاستابيليتي؟ لا الاستابيليتي. فما يبقاش انت مش عايز توصل لكده، ده اوحش الحلول، انما دون لازم انك انت تكمبرومايز. وده يرجع لنا للمقوله بتاعت جون شارلي اللي قال لك ايه، هنطوله سنه صغيره مفيش مشكله. طيب بوست اوبراتيف خلاص انت عملت العيان او ما عامل عند دكتور تاني وجالك واستلو لقيته عنده الرجلين مش زي بعض، نعمل معاه ايه؟ اول حاجه بلاش اتيتيود اخواننا الصنايع على السباكين، هو ايه ده، ايه اللي عمل لك، انت عملته فين، ده ناحيه اطول، يعني بلاش الموضوع دوت. انت عايز تحل له مشكلته، هتعرف هتحلها، تحلها من غير ما نجرح في حد. طيب هتحلها ازاي؟ مهم قوي بقى هنا تشوف هو ترو ولا ابارنت، هيفرق معانا، هيفرق جدا. ليه؟ لو هو ابارنت، يعني ايه ابارنت؟ يعني هو رجليه اكشوالي طول بعض، انما في مشكله فوقيها، يا بلفيس اوبليكيتي يا كونتراكشر. العيان ده بليز ما تقربلوش. يعني ايه ما قربلوش؟ يعني ابعته فيزيوثيرابي. يعني فيزيوثيرابي هيجيب نتيجه؟ لان هو غالبا ده كونتراكشر، ولما يبتدي يتصلح غالبا الليمب لينث ده هيستنى. واند ويت، ويت لحد ايه؟ في ناس بتقول 6 شهور، في ناس بتقول اب تو 1 يير. طيب طبعا الفيزيو بيقول انت عندك رجل اطول من رجل وبتاع، والمشكله في العمليه مش مهم الكلام ده، انت لازم برضه ممكن تفهمه. طيب هل تسمح له انك دلوقتي عنده رجل اقصر تحط فيها شو ليفت الناحيه الاقصر ولا لا؟ ايه رايكم؟ لا ابارنت، كل ده في الابارنت يعني، ولا ما تفرقش؟ حسب اقول لهم ستاندنج ولا لا؟ لا لو هو ابارنت ما تحطلوش شو ليفت. انت ليه؟ لانك انت وجود فرق دون هو ده اللي هيستيموليت الفيزيوثيرابي والماسل انها تكوركت اتسيلف. لو هو الناحيه الاطول دي نتيجه كونتراكشر في الابدكتور وانت طولت الناحيه الثانيه، يبقى هو خلاص طول ما هو ماشي مفيش استيموليشن ان يحصل الماسل دي انها تلينثن. فانت كده بالعكس انت قول له بليز، ولو الدكتور الفيزيوثيرابي قال لك حط قول له لا ما تحطش، انا عايز رجلك كده رجل اطول من رجل، ات ويل كوركت اتسيلف. ريرلي تضطر تعمل لوكال انجكشن او فيري رير انه يحتاج ريليز. طيب لو بقى كان ترو بقى ليمب لينث دون، الالجوريزم ده مفيد جدا في موضوع ترو ليمب لينث ديسكربنسي. اول حاجه بتشوف هو قد ايه، هل هو مايلد؟ مايلد يعني احنا ممكن نقول اقل من 2 سنتي او سنتي، وات ايفر يو بريفير، والله هتعمل له شو ليفت اند فيزيوثيرابي. وساعات حتى ايفن العيان ما بيحسش بفرق السنتي ده، اند مش محتاج حاجه اكتر من كده. طيب لو هو اكتر من ال 2 سنتي دول، لازم بقى تاسس كويس وتشوف هل هو معاه بين ولا معاهوش بين، وتبتدي تحط له شو ليفت. الشو ليفت ده معاه كثيرابيوتيك تيست، هتشوفه بعد ما حطيت له الشو ليفت هل البين دون راح ولا حتى بعد ما انت عملت ايكواليزيشن البين استمر. لو البين استمر يبقى لازم تدور على سورس تاني للبين، ممكن يبقى بدال عين البين اكتر من فرق الرجل. طيب حطيت له كده والبين راح والبيشنت ساتيسفايد، خلاص هو مبسوط، حتى عنده شو ليفت 2 سم 3 سم عايش بيهم، خلاص دونت بادر يور سيلف.
لا طب البيشنت بقى مش ساتيسفايد، قال لك لا انا مش عاجبني، انا مش عامل عمليه عشان افضل حاطط على طول حاجه ترفعها. يبقى انت لازم بقى تاسس قبل ما تعمل له عمليه تصلحها له، بص على الهيب الناحيه الثانيه، ممكن قوي يكون الهيب الثاني ارثريتك، وانت بعد ما هتعمل له بعد شويه هتوصله لللينث دون، فانت سيبه المشكله قول لحد ما نعمل لك الناحيه الثانيه، وانت الطبيعي ان هو المفروض ده هيبقى اطول شويه، بس يا ريت تكون قايل له الكلام ده من قبل العمليه. يبقى احنا لو لقينا الشو ليفت مش عاجبه هنضطر نعمل له عمليه، بس الاول ناسس الاذر هيب، لقينا الاذر هيب ارثريتك يبقى معلش استنى اما نعمل لك الهيب الثاني ونرجع نرياسس، الدنيا بقت ايكوال خلاص، كفى الله المؤمنين شر القتال، الدنيا فيها مشكله هنصلحها. طيب لا الليمب الثاني زي الفل او هو اساسا كان عامل توتال هيب، هتعمل ايه؟ هتيجي بقى تصلح له، عندك حاجه من اثنين، يا تعمل له ليمب لينث ايكوالايزيشن يعني هتشوف الناحيه الشورتر وتطولها او الناحيه اللونجر وتعمل لها شورتنج، كده في كلام عليه وكده كلام عليه، او يو هاف تو ريفايز، شوف بقى انت اضطريت هتحط له بقى، هل مثلا الفيمورال كومبوننت ده كان سانكن زياده، هل محتاج انك انت تغير له الاوبسيد، هل هتطول له الهيد، يبقى انت او مثلا ساعات الفيرجن نفسه بتاع الاستابل بيبقى مش مظبوط فمعمل لك قص، او انت حاطط الفيمورال كومبوننت فيري لو فطول الرجل، يبقى انت هتريفايز، بس قبل ما تريفايز لازم تبقى فاهم ايه المشكله علشان تقدر تتعامل مع المريض. يبقى كده تو كونكلود الليمبلنت ديسكربنسي از ا فيري كريتيكال ايشو، لازم نفهم الفرق بين الابارنت والترو، والبروفيلاكسيس باي بري اند انترا اوبراتيف ميجرز ماتش ماتش بيتر ذان تريتمنت بوست اوبراتيف. ثانك يو. Professor Shreef Khalid for the osteolysis wear and loosening. دكتور طارق كله سامع كويس؟ سامعين كويس ورا؟ طيب تاني osteolysis wear and loosening، مش عارف ليه انا اللي كل سنه بتدبس في المحاضره البائسه دي. هما اكشولي الثلاث مواضيع كل موضوع فيهم الاوستيوليسيس موضوع كبير قوي وهتقروا عنه كلام كتير، الوير موضوع كبير قوي، واللوزنينج موضوع كبير قوي. We'll try to focus ان هي تبقى clinically applicable. هقول لكم الحاجات المهمة بس it's a big يعني topic for you have to read a lot about it. You all see this of course what happened هنا. Loosening of the stem. إيه اللي عمل loosening of the stem؟ حصل wear والwear ده تسبب في osteolysis والosteolysis أدت إلى loosening. Okay. طيب let's see بقى احنا will define osteolysis will describe the factors affecting wear سواء في الهارد اون سوفت اللي اتكلمنا عليهم امبارح في البلاي جراوند او الهارد اون هارد، وبعدين identify loosening definite loosening في cemented total hip. بقيه ال signs of loosening هتتغطى اكتر في المحاضره بتاعه دكتور ايهاب الدسوقي في السيشن اللي جاي على طول. اوكي osteolysis هي time dependent process بيأرايز من inflammatory reaction للبوليأثيلين particulate debris، يعني البوليأثيلين بيطلع debris تعمل inflammatory process. طيب السيلز بتبقى activated by the wear debris، هو primarily القصة دي اكتشفوها في البوليأثيلين لكن هي ممكن تحصل مع الكوبالت مع التيتانيوم ومع البوليميثايل ميثاكريليت أو السمنت debris. البيولوجيكال response هيبقى mediated by the macrophages اللي هم الانفلاماتوري سيلز، دول اهم سيلز في الاوستيوليسيس، والكيميكال ميدياتورز انترلوكين 1 اللي هو البون ريزوربينج سايتوكاين وانترلوكين 6 وتيومن نكروزس فاكتور وبروستاجلاندين اي 2. اخر حاجه احنا قلنا امبارح ان الالومنا سيراميكس قلنا ليهم الترا سموث سيرفيس فداي مينيمايز الدبريز وبالتالي داي ديكريز الاوستيوليسيس، عشان كده قلنا ان هم اولموست احسن حاجه دلوقتي.
او خلينا نقول ريلاتيفلي احسن حاجه دلوقتي. اوكي الفيمورال اوستيوليسيس هتبان ازاي؟ هيبان لي بيريبروثيتيك اوستيوليسيس، يعني هيبان حتت كده البارتيكلز البارتيكلز هتنزل من فوق بين الستم والبون وتعمل لنا بيريبروثيتيك اوستيوليسيس زي اللي باينه في الحته دي. اوكي فبالتالي لو انت حطيت باد سمنت مانتل او لو الستم ده مش ويل فيتنج انتو ذا فيمر، يبقى بالتالي ده هيدي فرصه اكتر للبارتيكل الدبريز ان هي تنزل بين الستم والبول. اوكي طيب في الاستابيلوم ممكن الاستابيلوم يبقى ويل فيكست ويحصل حواليه اوستيوليسيس، هي كده كده غالبا هتحصل، يوجوالي هي اسيمتوماتيك. فبما انها اسيمتوماتيك الحل الوحيد ان انا اكتشف اوستيوليسيس حوالين الكاب ايه، ان انا اعمل بيريودك اكس راي كل شويه، اقول له انت تعالى بعد سنتين اعمل اكس راي تاني. ويوجوالي هو بيبان في الاوبليك فيوز، فلازم في الاكس راي دي يو هاف تو اوبتين ان اوبليك فيو عشان تكتشف استابيلر اوستيوليس. طيب البارتيكول الدبريز دي او الـ الدبريز اللي هتعمل الاوستيوليسيس جايه منين؟ السورس بتاعها ايه؟ حاجتين، يا وير يا كوروجن. والوير دكتور خالد فوزي شرحه لكم امبارح، هو يا اما بيحصل اديهيسيف وير يا ابريسيف وير يا فاتيج وير. وقالوا ان في نوعين، فوليومتريك اللي هو الاماونت which is related to the size of the head او to the square radius of the head. فبالتالي كل زي ما قلنا امبارح في البلاي جراوند، كل ما كبر الفيمورال هيد يحصل ايه؟ زي ما انتوا قلتوا الفوليومتريك وير هيزيد. وفي نوع تاني اللي هو اللينير وير، واللينير وير ده لقوا ان هو لو اكتر من 0.1 مليمتر بير يير يبقى هنا في مشكله هيحصل اوستيوليسيس. وايه الكوروجن؟ الكوروجن هي الكتروكيميكال بروسيس بيريليز في الاخر ميتال ايونز. اوكي الحاجتين دول هم السورس اوف ذا بارتيكولات دابريز اللي بتسبب الاوستيوليسيس. طيب نبتدي نتكلم على البيرنجز. احنا امبارح اتكلمنا على البيرنجز الهارد اون سوفت او تراديشنال بيرنجز. لو خدنا البيرنج كابلز مين اللي كويسين لحد دلوقتي؟ الومنا سيراميك على بولي ايثيلين وكوبالت كروميوم الوي على بولي ايثيلين، دول الاثنين كويسين قوي. كان زمان في زيركونيا بطلت عشان كان بيحصل له فيز ترانسفورميشن وبيبقى رف بعد كده ويعمل بولي ايثيلين وير، وكان في ستينلس ستيل اون بولي ايثيلين وتيتانيوم الوي اون بولي ايثيلين، ودول فشلوا. والتيتانيوم فشل لانه كان بيحصل له سكراتشنج لانه ايزلي سكراتش، فكان بيؤدي الى ابريسيف وير. فالحاجات دي بطلت ودلوقتي عندنا البيست هم الومنا سيراميك وكوبالت كروميوم الوي. اوكي ايه الفاكتورز افكتنج وير؟ دي الفاكتورز افكتنج وير، سيرفيس رافنس اوف ذا هيد، يعني كل ما الهيد تبقى رف كل ما هتعمل وير اكتر، سفيريسيتي اوف ذا هيد، بولي ايثيلين. وبصوا في الفاكتورز دي كام فاكتور ريليتد للبولي ايثيلين. بولي ايثيلين مانيفاكتشرنج بيأثر في الوير، ستيريلايزيشن بتأثر في الوير، الراديشن بتأثر في الوير، ايفن الشلف لايف بتاع البولي ايثيلين بيأثر في الوير. ده اهميه الكاب اللي وريناه لكم امبارح، وريتكم الفرق بين الكاب العادي والكاب الاوكسيدايزد، وقلت لكم لما تلاقي كاب اوكسيدايزد كده تعمل ايه؟ تركبوش. This means ان ده هيبقى مور فرون تو وير. الحاجات دي فيها تفاصيل كتير قوي، I will go through some of them، بس محتاجين you need to read about them عشان الموضوع واسع شوية. Surface roughness of the head، الكوبالت كروميوم على احنا قلنا انه احسن حاجة كوبالت كروميوم الوي هو احسن حاجة في الوير، لكن مع ذلك بيبقى له كاربايد اسباريتيز ودي ممكن تعمل سكراتشنج وابريسيف وير. طب والسيراميك اللي قلنا ان هو ما فيهوش خالص؟ لا ده بيبقى فيه على السيرفيس بتاعته مايكروسكوبيك ريزيديوال بيتس ودي بتسبب رفنس. طيب والميتال سميرنج على السيراميك هيدز، احنا اتفقنا ان لو السيراميك هيد دي مش محطوطه كويس جدا 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 والبوزيشن بتاعها مش كويس وبتسبب لك سيد كل شويه، هيحصل لها حاجه اسمها ميتال سميرنج، يعني ترانسفير اوف ميتال من الكاب للهيد، وده هيعمل لنا انكريس سيرفيس رافنس وبالتالي هيحصل انكريس وير، مع ان احنا حاطين سيراميك اللي هو المفروض ما بيعملش وير، لكن لو اتعمل له ميتال سميرنج ات ويل ليد تو وير. طيب تاني حاجه ايه؟ سفيريسيتي اوف ذا هيد، الارياز اوت اوف راوند، يعني لو الهيد دي مش سفيريكال 100% هيحصل ايه؟ انكريس بولي ايثيلين وير. طيب بولي ايثيلين مانيفاكتشرنج بروسيس كان زمان بيتعمل له حاجه اسمها رام بار اكستروجن او شيت مولدنج بماشين او كومبريشن مولدنج بماشين، والثلاثه دول لقوا ان هم بيدونا بولي ايثيلين بيحصل له وير، فوصلوا في الاخر ان احسن حاجه هي ايه؟ الدايركت كومبريشن مولدنج وذاوت ماشينينج، وهو ده
بيدينا the best wear. والبيرنج سيرفيس بتبقى less rough. فبالتالي بتاخد the best wear من البولي إيثيلين اللي موجود دلوقتي. لما البولي إيثيلين بيتعمل له إيراديشن بيحصل حاجة اسمها bond ruptures. يعني لما بيتعرض لإيراديشن البوندز دي بترابتشر وبتريليس free radicals اللي هو دول الحمر دول. الفري راديكلز دول بيرجعوا تاني ريبوند. لو الفري راديكلز دي حصل لها ريبوندينج في وجود الاكسجين هتبقى اوكسيدايزد، ودي هيبقى اوكسيدايزد بولي ايثيلين، يبقى زي ما قلنا ده امبارح ده مش حلو. لكن لو اتعملت في ان ابسنس اوف اوكسجين هتحول الى كروس لينكينج، هيحصل لها كروس لينكينج تشين كروس لينكينج وتبقى كروس لينك بولي ايثيلين. طيب الستيريلايزيشن بروسس بعد كده الاثنين اوكسايد والجاس بلازما سبراي بتوع زمان لقوا ان هم بيعملوش كروس لينكينج وكانوا بيؤدوا الى انكريزد ويت، فوصلوا في الاخر ان احسن حاجه هي الايراديشن لو دوز ايراديشن من 2.5 ل 4.5 بتعمل كروس لينكينج وبتقلل الويت. تمام، يعني الموضوع مش سهل قوي كده. لقوا ان هم لو عملوا موديفيكيشن للايراديشن خلوا الدوز اعلى شويه اب تو 15 ميجا رادز هتدينا هايلي كروس لينكد بولي ايثيلين، وده لو بيتر وير ريزيستنس، والبولي ايثيلين وير بارتكلز بتاعته اصغر فبيعمل لاس اوستيوليسيس، والنمبر اوف بارتكلز اللي جنريتد قليل. يا سلام، طب ما عظيم ما نعمل كده. بس المشكله ان هو لقوا ديس ادفانتجز كتير قوي 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 لما بنعلي الدوز اوف ايراديشن. اوكي، فانتوا شايفين هم البولي ايثيلين عمالين يلاقوا المشكله يحاولوا يحلوها، بعد ما يلاقوا حل يكتشفوا ان الحل ده له ديس ادفانتجز يقوموا يدوروا على حل تاني. اوكي، طيب نيجي للهايلي كروس لينك بولي ايثيلين اللي كلكم بتسمعوا عنه ان هو احسن حاجه في الدنيا وجميل وكل حاجه. في امبورتنت فاكتورز لما يجي يتصنع هاي دوز ايراديشن قلنا بولي ايثيلين مايكروستراكشر لازم يبقى الترا هاي مولكيولر ويت بولي ايثيلين، لازم يبقى لو كريستالينتي كويسه، والهيتنج بروسيس كمان في كلام. طيب المانيفاكتشرنج الفيرست جنريشن خلاص مش هتنفع، سكند جنريشن هنعمله بروسيسنج ازاي؟ هنعمل البولي ايثيلين هيتنج وتريتمنت. يعني ايه تريتمنت؟ يعني هنعمل ميكانيكال كومبريشن وهنحط عليه فيتامين اي وسيكوينشال بروسيسنج. لو ان الكومباينيشن دي مع الهيتنج هي دي احسن كومباينيشن، وان الجنريشن دي از ذا بيست. عشان كده قلنا ان الجنريشن الجديد الفيتامين اي امبريجنيتد ده مفروض ان هو بيديك ذا ليست وير. اوكي، التكنيكس اوف هيتنج كان عليها كلام، الميلتنج والانيلينج، وبرضه هتلاقوا الاثنين تكنيكس ليهم ادفانتجز وديس ادفانتجز. يعني اللي هيديني نو اوكسيديشن بوتنشال اللي هو الميلتنج، اوكي هي اليمينيت الفري راديكلز. طب ده جميل، يعني هو مش هيوكسيدايز، بس مشكلته ان في مشاكل في لو سترينث لو كريستالينيتي وبوتنشال فور مايكروسكوبيك فيل. طيب نجرب الانيلينج، الانيلينج حلو جدا هيدينا جود كريستالينتي وجود سترينث، بس المشكله انه في بوتنشال فور اوكسيديشن وبالتالي بوتنشال فور اوستيوليسيس. اوكي، فدي مشاكل الهيتنج اوف بولي ايثيلين. اخر حاجه البولي ايثيلين شلف لايف، البولي ايثيلين شلف لايف لو ركنت البولي ايثيلين كده كده الاكسجين هيرجع يخش تاني جوه الباك بتاع البولي ايثيلين ويعمل له اوكسيديشن. فلقوا ان لو البولي ايثيلين ده بقى ايراديتد وتعمل له باكينج في اوكسجين فري انفايرمنت ده هيديني احسن حاجه، لان انا هضمن ان هو مش هيوكسيدايز، الاوكسيديشن بتاعته هتقل. لكن المشكله انك لو ركنته هيوكسيدايز، والمشكله الثانيه ان لو في فري راديكلز اتكونت الفري راديكلز دي هتفضل قاعده ومستنيه اي اوكسجين يوصل للبولي ايثيلين ده. اوكي، طيب الاون شيلف اوكسيديشن كل ما تسيب ال البولي ايثيلين ده اون شيلف وقت طويل الاكسجين بيرجع يديفيوز باك انتو ذا باك ويعمل اوكسيديشن للبولي ايثيلين، فبالتالي الشيلف لايف از ا بروبلم والباكجينج ماتيريال از ا بروبلم. وبره بقى بيقعدوا يدرسوا الحاجات اللي ليها مشاكل، يعني الحاجات اللي بتقعد وقت طويل زي الجامبو كابس زي الالبو بروثيسز يقول لك دي بتقعد وقت طويل اون شيلف فبالتالي يحصل لها اوكسيديشن فدول يبقوا نقلق منهم اند سو اون. طيب نيجي للنوع الثاني الهارد اون هارد او الالترناتيف بيرنجز. الالترناتيف بيرنجز كان المفروض لما طلعت تحل كل المشاكل دي، ليه بتدينا نوعين باوندري لوبريكيشن وهيدروستاتيك او فلويد فيلم لوبريكيشن ديورينج ووكينج، ومفروض تحل لنا بقى كل مشاكل البولي ايثيلين. يعني احنا هنسيب الهارد اون سوفت ده بما ان البولي ايثيلين زي ما انتم شفتوا بقى لنا 10 مينتس بنتكلم في مشاكله وجاست بنقول عناوين،
طيب ما ننقل بقى على حاجه تانية ما فيهاش بولي اثيلين خالص فاين. دول بيعتمدوا على نوعين من اللوبريكيشن وجمال، بس لقوا ان الفاكتورز افكتنج فلويد فيلم ستيت برضه حاجات كتير، الراديال كليرنس، السيرفيس رافنس، كل ما يكون سموث كل ما هيزيد الفلويد فيلم لوبريكيشن ده كل ما يكون احسن، البيرنج سايز كل ما يكبر في الالترناتيف كل ما يكون الفلويد لوبريكيشن احسن، السفيريسيتي الجول لازم تبقى بيرفكتلي راوند برضه زي مع البولي اثيلين او less than 7 micrometers، والبيرنج ماتيريال احسن حاجه كل ما يبقى هاردر كل ما يقل الوير، ولقوا ان السيراميك هنا سموثر والوير فيه اقل من الكوبالت كروم، فالسيراميك هنا as an alternative bearing is better than metal on metal. اوكي طيب الراديال كليرنس دي ايه؟ اول واحده الراديال كليرنس يعني هنعمل الراديال radius of the cup minus the radius of the head. احسن حاجة ان احنا يبقى عندنا polar contact هنا وفي نفس الوقت high conformity، يعني يبقى الهيد touching الكب في السنتر هنا وفي حتة كبيرة. لو touching الكب في point كده low conformity و polar contact ده هيدينا point loading، ولو هي touching الكب هنا يعني الهيد كبيرة شوية هتعمل حاجة اسمها equatorial contact وتعمل فلويد لوك اوت وما يبقاش فيه فلويد فيلم لوبريكيشن كويس. فالايديال هو ده البست، بولر كونتاكت مع هاي كونفورميتي. طيب الميتال اون ميتال وير، لقوا ان الميتال اون ميتال بيطلع فيري سمول بارتكلز، لو فيري لو لينير وير، فيري لو فوليومتريك وير، والابسولوت نمبر اوف بارتكلز في الاخر السيجنيفيكنتي اكتر من البولي اثيلين. طب ما دي حاجه وحشه، بس لقوا ان النمبر اوف بارتكلز ده كله بيتعمل في وقت واحد، حاجه اسمها ران ان وير، يعني اول ما تحط الميتال اون ميتال اول سنه هيحصل وير بعد كده هيوقف، الوير ده مش هيحصل تاني او هينزل لفيري فيري فيري لو ريت. فران ان وير ده قال لك اول ما تحط الاثنين باديز هم هيطبعوا وبعد كده خلاص مش هيحصل وير للعيان ده. فمفروض ان هو افتر ذا ران ان وير الوير بيقل قوي تو فيري لو ستادي ستيت. بس المشكله ان الميتال اينز اللي كانت بتطلع دي كانت بتعمل مشاكل مش هنخش فيها، وعشان كده الميتال اون ميتال يعني في ناس كتير دلوقتي بتقلق منه. طيب وات اباوت سيراميك اون سيراميك؟ لوست وير حتى الان لينير وفوليومتريك اقل من الميتال اون ميتال واقل من البولي اثيلين، بارتكلز اقل من الميتال اون ميتال، وكمان البارتكلز اللي بتطلع او الدبريز اللي بتطلع بايو انرت، يعني اللي هتعمل لي ايونايزيشن ولا كانسر ريسك ولا ميتابليزيا ولا سودو تيومرز ولا هتكروس بلاسنتا ولا حاجه خالص. اوكي يبقى ده احسن حاجه. طيب الحاجات الوير والاوستيوليسيس هتدينا لوزنينج. اللوزنينج هيتغطى في محاضره الدكتور ايهاب الدسوقي، بس بسرعه كده الساينز الواضحه قوي لما تشوفوا اكس راي عشان يبقى بس في حاجه كلينيكال في المحاضره، لما تشوفوا اكس رايز عشان تبقوا عارفين ده لوزنينج، هاو تو ايدنتيفاي لوزنينج. في ساينز كده تقول لك ان ده خلاص ديفينتلي لوز، يعني ستيم فراكشر، سمنت فراكشر، لوسنت لاينز بين السمنت والبون، او ستيم بوزيشن تشينج. تعالوا ناخدهم واحده واحده. ده اكزامبل اهو، ستيم فراكشر دي معناها ذس از ا ديفينت ساين اوف لوزنينج. في النوع ده اللي هو البندنج كانتي ليفر اللي هو الستيم يبقى ممسوك ديستال فالحته البروكسيمال هي اللي تكسر. في حاجه زي كده يعني سمنت فراكشر زي ما انتم شايفين هنا وهنا، دي معناها ان الستام ده لوس، يبقى هنا في البيري بروثاتيك فراكشر دي انا لما اجي اصلحها مش هفكس، انا لازم اريفايز. راديو لوسنت لاينز اراوند ذا سيمنت، اتفقنا ان دول لازم يبقوا اكتر من 2 مليمتر ويبقوا بروجريسيف، يعني لو انت عندك من الاول 2 مليمتر وانت كل ما تعمل فولو اب اكس ريت تلاقيها هي يبقى ده ما فيش مشكله، ممكن ما يبقاش لوس، ممكن يبقى ويل فيكس، لكن لو لقيتهم بروجريسيف يبقى في مشكله. طيب سبسايدنس نورمالي في اول سنه ممكن يحصل 1 2 مليمتر بس بعد كده ما ينفعش يحصل سبسايدنس، 2 ل 5 ملي ده اب نورمال، وتقيس السبسايدنس يا اما من التيب اوف ذا جريتر تروكانتر للهيد نك جانكشن او للديستال تيب اوف ذا ستيم. طب ايه الانواع؟ يا اما الستيم والسمنت الاثنين هيسبسايد جوه الفيمر، يا اما الستيم هيسبسايد جوه السمنت وده اسمه بيستون. اوكي ميديال ميد ستيم بيفوت يعني المفصل هيتحرك على الحته دي فبالتالي ياكل هنا وياكل هنا. اوكي يتلاقي السمنت اللوزنينج بتاعه سوبيرو ميديال وانفرولاترال. الكالكر بيفوت هو فوق هيبقى ماسك شويه، ده كانه عكس البندنج كانتي ليفر، فوق هيبقى ماسك وهيبقى بيعمل ويند شيلد افكت زي المساحه كده، فعمال تحت هتلاقوه عمال تحت يروك كده وكده، فتشوفوا الساينس تلاقي البون متاكل تحت. طيب السمنتد كاب
ده اكزامبل حاله وبعديها بسبع سنين بصوا الراديولوسنت لاينز اللي اراوند ذا كاب في الثلاثه زون شارلي اند ني زونز اللي قالهم دكتور محمد يونس عندك لوزنينج في الثلاثه زونز بص الليفل اوف ذا كاب طلع قد ايه افتر 7 ييرز فده يبقى معناه ان عندك لوز كاب اوكي بقيه الساينز اوف لوزنينج هيغطيها دكتور ايهاب تسوقي اي هوب ان انتوا تبقوا فهمتوا قصه اللوزنينج دي بتحصل ازاي هيحصل وير والوير ده هيؤدي الى اوستيوليسيس والاوستيوليسيس هتعمل لوزنينج في ساينز ديفينيت زي دي لما تشوفها خلاص انت عرفت انه لوز طب لو فيكست دكتور محمد يونس قال لكم في المحاضره ازاي تعرف ان ده فيكست من السبوت ويلز وازاي تعرف انه لوز لما تلاقي بيدستال ديستالي اوكي يبقى عرفنا النهارده الميكانيزم اوف اوستيوليسيس الفاكتورز افكتنج وير دي يو هاف تو ريد ات لان الموضوع كبير قوي بس اي هوب ان انتوا تبقوا عرفتوا ان هم ست نقط وان مينلي اغلب الفاكتورز ار سراوندد باي ذا بولي ايثيلين بروبلمز وان الالترناتيف بيرنجز كويسين السيراميك از مور بروميسنج ذان الميتال اون ميتال واخر حاجه يو نو ناو هاو تو ايدنتيفاي لوزنينج في سيمنتد ستام او كاب ثانك يو نشكر استاذنا الدكتور بروفيسور دكتور طارق عبد الشافي على ادارته للسيشن متشكرين جدا جدا لسعادتك يا فندم السيشن الجديده كيس بيس ديسكشن يبداها بروفيسور دكتور خالد فوزي شكرا دكتور ايهاب الحقيقه السيشن دي فيري انترستينج ولازم تبقى انتراكتيف فلازم هتتجاوبوا معايا وهسألكوا وهتردوا عليا تمام؟ This is a 77 years old lady ASA grade 2 She fell and sustained this injury ايه رأيك فيها؟ دي عندها left side femur neck fracture mostly transcervical How are you going to treat it? It depends by the activity بتاعت العيانة. She's ASA grade 2, 77 years old, 77. goes to Gezira Club every day, goes on trips to Europe, trips to Hargada. She's very active patient and this is fracture of femur. What are you going to do? Total hip. Total hip replacement. She had a total hip replacement. تمام? She went home, 2 weeks while at home, she slipped in the bathroom and sustained this injury. What went wrong? Without trauma or how could that she fell? She fell at home. 2 weeks post-op. دبوها لك على المستشفى صوروها ودي الاكس-راي. What went wrong? What went wrong? The trauma itself is... The trauma itself. طيب. Has anything happened during the operation that could predispose to this? Is it possible? This is the previous x-ray. This is the immediate post-op x-ray. There is no lateral. For one thing, don't accept only one x-ray. You have to have two x-rays, okay? Then, presumably nothing happened during the operation. What went wrong at home? إيه اللي حصل في البيت؟ كل العينين في مصر بتجري هو عمل عملية خلاص يبقى هو خف. The post-operative instructions are very important. How is she going to mobilize? Is she going to mobilize partial with bearing? Toe touch weight bearing, full weight bearing, with crutches or not, or with one crutch, or with a walker. Mm-hmm. But post-operative instructions are very important. If you neglect them, the patient will have a similar problem. This is an 88 years old female, and she's very inactive. She hardly goes out maybe once every month for short visits. And she fell at home and sustained this injury. Sorry for the bad quality x-ray. It's an intracapsular fracture neck of femur. Okay. How are you going to treat it? Inactive patient, so I... 88 years old, ASA grade 3. Okay, yeah, I will go maybe bipolar or hemiarthroplasty. Hemiarthroplasty. She had a hemiarthroplasty. Oh. What do you think about it? the
the stem position is very bad. I think it's valgus. It's valgus. Okay. Yes. What do you think? Is it valgus? Sorry for the bad quality X-ray, but what do you think about the X-ray? Other view of X-ray. Perforated. What went wrong? إيه اللي حصل هنا؟ The entry point, يعني the mistake started from the beginning. Once he did the neck osteotomy and he removed the head, the broken head, and he started with the reamer, he started wrong. طب تفتكر هو بدأ فين غلط؟ لا هو بدأ من فوق ولا من تحت؟ هو بدأ proximal. He started proximal reaming. Where did he start? Medial. Where anterior? Because this is going out medial and posterior. فهي started most probably anterior lateral. تمام؟ فخرج medial و posterior. And he fixed the prosthesis in this position. And strangely enough, this was my dad's aunt. She's my relative. And he did this to her. طيب ادي الميكروفون دكتور زميلة. فريمينج is very important. The entry point is very important. فاكرين لما الدكتور أحمد حازم شرحها لكم؟ لو ما عملتش كده ممكن يحصل كده في توتال هيب او في هيمي ارثروبلاستي. طيب this is a 60 years old active male, he plays golf and he sustained this injury on the left side, on the right side. What's the diagnosis? حط الميكروفون في بقك وكلم. شايف ايه؟ برضه في برضه في ايه؟ I'm not sure بس شايف في فراكشر برضه في النك مع ارثريتك تشينجز ولا ده مش فراكشر؟ مع ايه؟ وفي ارثريتك تشينجز في الهيب. في ارثريتك تشينجز في الهيب كلكم شايفينها؟ طيب what are you going to do؟ برضه توتال هيب. توتال هيب ريبليسمنت. Everybody agrees fracture neck of femur, active patient, osteoarthritis, there is no role for a hemiarthroplasty ولا bipolar. Total hip replacement. This was a CT that was done that identified the osteoarthritis and confirmed the fracture. He had a total hip replacement, but he's unhappy. Why? Offset on the horizontal side ولا on the vertical side? الاثنين. طب يعني معنى كده هو زعلان هو مش فاهم ما يعرفش حاجة اسمها أوبس هو جاي لك زعلان. Leg discrepancy. شايفين الجراح كان مفروض يعمل بري اوبرتيف بلاننج اون ذا اوبوزيت سايد وكان مفروض ان هو ينزل البروثيسز جوه المظله شويه فسابه بروترودنج فر وحصل انكريز ليج لاند ديسكريبنسي ودلوقتي هيضطر يلبس شو ريز على الناحيه الثانيه. طيب this is a 67 years old female have osteoarthritis. قالوا لها في خبير الماني جاي مصر هيشتغل في مستشفى XYZ تمام جه الخبير الالماني وعمل لها توتال هيب ريبليسمنت ومشاها وروحت البيت وبعد اسبوع ابتدى الالم يزيد كل يوم الالم عمال بيزيد. كلمتهم في المستشفى قالوا لها الخبير روح خلاص سافر بيعدي علينا نبص عليك. عدت عليهم عملت اشعه دي الاشعه بتاعتها 1 ويك بوست. ادي الميكروفون لزميلك ايه اللي حصل دكتور؟ بريبر اوثيتك فراكشر. طيب حصل ايه؟ What went wrong هنا؟ في فراكشر في جرون طيب لا دي مش جرون بروكسيمال اند فراكشر. كلنا شايفين الكسر اللي حصل. طب الكسر حصل امتى؟ انترا اوبرتيف. انترا اوبرتيف تمام. شايفين الـ لما تبتدي بس رونج انتروديوسر رونج انتروداكشن اوف الريمر ادى الى بيرفوريشن. امبروبر ريمينج الراسبينج ادى الى انتر ارتكولار فراكشر. ما بانش ساعتها لكن لما ابتدت تحمل عليها ابتدى فين ينكريز والفراكشر بان. فشايفين ازاي التكنيك فيري امبورتنت مش مجرد سقط. يعني عندنا بيقول ايه سقط مفاصل ده بيسقط مفاصل حلو وموضوع ما سقطتش مفصل الموضوع تعمله كويس. دكتور خالد لو سمحت يعني اعرف ازاي ليه ده انتر اوبرت ممكن ده بوست اوبرت يعني ايه اللي خلاني اتاكد لو هيستوري اوف انجري تمام for the patient, gradual increase of pain within 1 week of the operation. هيكون حصل امتى بقى؟ لا وقعت ولا ماشي على العكازات فما فيش مجال خالص ان غير العيان اللي هو الاولاني اللي شفناه اللي هو وقع وقعه جامده في الحمام اللي جاله peri-prosthetic fracture. فاكرين ده؟ ده جه في خلال اسبوعين واتزحلق في شويه صابون في الحمام وما كانش ماسك العكازات بتاعته وحصل فراكشر ده.
وده هو يا اما استهون بالبوست اوبرتيف انستراكشنز يا اما لم يتبع البوست اوبرتيف انستراكشنز يا اما الجراح ما ادالوش بوست اوبرتيف. انت خلاص يا عم خفيت وروح. طيب this is a 40 كمان الاكس راي الايه قول الستيم كمان لاترلايزد يعني هي 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 لا هي الستيم لاترلايزد بعد ما اتكسرت الميديال سايد فالستيم بقت لوس ودخلت في فيروس شويه يعني هي فيها شويه فيروس بس ده حصل بعد الكسر ما حصل له ديسبيسمنت تمام غالبا كان شكلها كويس ايميديت بوست اوب والفراكشر ما كانش باين واول ما ابتدت تحمل عليها في اول اسبوع الكسر اتكمل وبقى ديسبيسد والبين ابتدى يزيد. عايز تفضل It is a reasonable choice as long as your technique is right. طيب انت شايف ان هنا ان السيمنتد كان مور انديكيتد؟ بص الديبيت بين سيمنتد وسيمنتلس وارد، اهم حاجه هو التكنيك، هتعمل سيمنتلس اعمله صح، هتعمل سيمنتد اعمله صح. هل انت شايف ان في ابسولوت انديكيشن ان ذيس بارتيكولر كيس فور سيمنتد امبلانت؟ This is a cementless stem. This is cementless. What? You wanted him to put a smaller size. A larger size. طب إذا كان بالسمولر سايز وكسر طب ما باللارجر سايز حصل إيه؟ المشكلة هنا مش في السايز المشكلة في التكنيك. The technique of reaming and rasping. The technique of reaming and rasping. ومين اللي عملها؟ الخواجة الألماني اللي هو بيعمل خمسة من دول في الأسبوع على الأقل. فالأخطاء في التكنيك مش كبيرة على حد. لا على الخواجة ولا على المصري ودي كان ممكن تمشي سيمنتد وان سيمنتد بس هتعملها سيمنتد اعملها صح وتعملها سيمنتلس تعملها صح. طيب this is a 45 years old male he had a total hip replacement a year ago you struggled with sizes during surgery وكان عندك مشكلة في البوليثيلين insert والمقاس اللي انت عايزه مش موجود فالراجل قال لك الرب بتاع الشركة قال لك والله انا عندي واحد في الشنطة بس هو كان اتفتح ما استعملش وعقمناه في ايه الطاقه الذريه. ايه رايك في الكلام ده؟ فين الميكروفون؟ الميكروفون راح فين؟ طب وبعدين انت لا كلمت ولا انا قلت اللي جه. طيب ايه رايك في الكلام ده؟ ايوه البوليثيلين ما استعملش هو مجرد فتحوه وطلع قال لك لا خلاص مش عايزين ناخد مقاس تاني فالراجل راح عقمه في ايه الطاقه الذريه. عدى العيب. الايراديشن بقى بالنسبه اتكلم عشان نسمعك حصل ايه بقى؟ الايراديشن بالنسبه للبوليثيلين بيبقى بيعمل اوسيولايسيس يعني ممكن يبقى هو هنا في غلطه ولا مفيش غلطه؟ في غلطه طبعا. الغلطه ايه؟ اتفتح ايوه وتعرض لاشعه تاني فحصل له ايه؟ اكسجين اتاكسد اكسد ده الكلام اللي بقوله للدكتور شريف خالد لسه من المحاضره اللي قبليها اتاكسد. طب ولما اتاكسد حصل له ايه؟ هيبقى ويكند بقى هيبقى ويكند بقى الكاركريت بقى الوير ريزيستنس بتاعته قل فهيوير بسرعه تمام. الكلام ده عرفناه امتى؟ بعد سنه الراجل وقع في البيت وجالنا في المستشفى وعمل الاشعه دي حاطط سيراميك هيد اللي هي غاليه جدا وحاطط ان سيمنتد كاب جميله جدا ويل انتجريتد وحاطط سيمنت للستم لكن بص شايف ايه حوالين الستم؟ السيولس وده كان سببه ايه؟ الكاب اللي اتعقم فئات الطاقه الذريه. خلاص يعني انت صرفت على كل حاجه وجيت على الكاب اللي هو اهم حاجه ده ويكس لينك واستعملت اسوأ حاجه. طب السؤال معلش يا دكتور دلوقتي هو الكاب مش ممكن يعمل نفس دي المفروض على الاستابيولم ولا على لا البوليثيلين موجود جوه بس هو وورن اوت فيري كويكلي وطلع وير بارتكلز بحيث انها عملت لك اوستيولس بعد سنه وفي نفس الوقت الكاب لما وورن اوت بقى واسع واخد بالك ما بقاش يعني انت حاطه مقاس يعني 28 يعني هو هنا ويل فيت اهو زمان الكاب بقى 32 يعني وسع وده بريديسبوزد للديسلوكيشن والاستابيليتي. شكرا. طب this is a 65 years old female ماشي ادي وراك بقى خلي في دكتور حاطط في ودانه سماعات ادي الدكتور في دكتور بقى ده معاك مش طيب في الدكتور في المعلم واحد معلم ورا كده
اديله الميكروفون احد الناس الكويسين اللي هم رفعوا راس بلدهم السنه دي. يا دكتور دي عيان عندها 65 سنه عملت توتال هيب ريبليسمنت، صحيت الصبح بعد 3 اسابيع رجلها بتوجعها، جبناها المستشفى عملها اشعه، دي الاشعه بتاعتها، ايه رايك؟ اتكلم في الميكروفون، حط بقك في ال... ايه رايك يا دكتور هشام؟ سكيتد ليه؟ 3 اسابيع بعد العمليه. مال بوزيشن المصدر، مش سامع. مال بوزيشنينج، مال بوزيشنينج اوف ويتش كومبوننت استابلر، استابلر كاب للاستابلر كومبوننت ان ويتش دايركشن، مور فيرتيكال، مور فيرتيكال اند ريتروفيرتد اند ريتروفيرت. طيب هنوريك اكس رايز ده دلوقتي، ده الكاب بعد ما حصل ريدكشن، ايه رايك؟ دي نيد اني مور اكس رايز؟ طب قول يا هشام انت ايه اللي جرى؟ لاترال اكس راي فور ذس از ا لاترال فيو، وات دو يو ثينك؟ ات از مور، ات از مور انتيريور. واتس رونج؟ يعني ايه مور انتيريور؟ يعني ها هشام ايه رايك؟ مور انتيفيرتد، مور انتيفيرتد، وفي دكتور بيقول ريتروفيرتد. طيب انت ايه رايك؟ انتيفيرتد ولا ريتروفيرتد؟ احنا بنبص في اللاترال فيو، بنبص على الانتي فيرجن انجل. ات از نيوترال، انتيفيرتد ولا ريتروفيرتد؟ ريتروفيرتد بس قليل. وانت دكتور؟ ريتروفيرتد. والدكتور؟ انتيفيرتد. طيب عشان نسهل عليكم عملنا سي تي، ايه رايكم في السي تي يا جماعه؟ which is anterior، this is anterior and this is posterior، is it retroverted ولا antiverted؟ antiverted. وصلت لكلكم الجماعه اللي كانوا بيقولوا retroverted؟ ها هو طيب هو ال كلامه جميل جدا، بس هو lesser trochanter more apparent ولا less apparent؟ لا lesser trochanter. طب if it less apparent did it internal rotate ولا external rotate؟ it's internal rotated. ف if it internal rotated the head tends to put, to look posteriorly, looks behind. خلاص ف it's not a solid evidence اللي انت بتقوله، لان هو عكس عكس اللي انت كنت تخيله. انت متخيل انها external rotated، هي بالعكس internal rotated علشان ال lesser trochanter is less apparent. يقول لك المشكله هنا كانت في الكاب، واضحه جدا انها excessive antiversion. عقله عامل الكومبينيشن بين الانتي فيرجن اوف ذا ستيم اند ذا كاب از فيري كروشال، وسام تايمز اف يو فيكس ذا كاب ان اكسسيف انتي فيرجن وخلاص اتثبت ومهش وعملت له سيمنتنج، مش سيمنت اللي تقدر تشيله وتحطه تاني، يو كان ريتروفيرت ذا كاب ا ليتل بيت، سوري ريتروفيرت ذا ستيم ا ليتل بيت تو ماتش ذا انكريز انتي فيرجن. اتس نوت ايديال انك انت تريتروفيرت الستيم، بس you're trying to salvage the situation، ودي كلها هتيجي بالترايل ريدكشن اللي انت بتعملها اثناء العمليه. I mean this appears because the same alignment and position of the stem plus in antivirgin. ممكن يكون اذا هو غير، اذا هو مش عارف يظبط الانتيفيرجن اوف ذا كاب، احتمال كبير انه ما ظبطش الانتيفيرجن او الفيرجن بتاع الستم. بس بقول لك one way of getting out of this bad situation if you cement the cup in this position and you discover the condition intraoperatively you might be able to retrovert the stem a bit to match the increased antiversion. بس this is not ideal. Ideal اللي كنت تشيل الكب وريانسرت التاني. طيب this is junior doctors did the cement total hip. دكتور زميلنا ساعده طلعوا على الرفاعي بقى يعزموا عزم أكلة كباب ورجعوا مبسوطين جدا. النائب بيقول لهم أنا عملت الأشعة والأشعة جميلة جدا. إيه رأيكم؟ ها؟ فيرتيكال كاب. فيرتيكال كاب. حصل كاب. حصل إيه؟ هو دلوقتي باين انه مسافه ما راحوا كانوا في الرفاع ورجعوا طلعت الاشعه كده. لا وات وينت رونج؟ ليه مال بوزيشن ذا كاب؟ ليه حصل ليه كده؟ التكنيك، التكنيك مش مساله حطيت سمنت وخلاص. الريمنج، البيج هولز، الماكرو انترلوك والمايكرو انترلوك. الكاب السمنت مسك حلو جدا في الكاب لكن ما مسكش في العظم، لانه ما بيلزقش في العظم، هو بينفلتريت الشبكه بتاعت الكانسيلس بون وبيخش في البيجز اللي انت عملتها، بيعمل ماكرو انترلوك ان مايكرو انترلوك.
وموست بروبلي كان فيه ما نشفش الاستابلم كويس، فكان فيه دم عمل ليرنج ما بينه وما بين السيمنت وما حصلش الانترلوك خالص، ودي كانت النتيجه. فالسيمنتد كابس ار نوت ايزي، والسيمنتلس كابس برضو ار نوت ايزي. يو هاف تو ماستر ذا تكنيك اند دو ات رايت. طيب ذيس از سيمنتد توتال هيب دان باي سينيور سيرجن اند ذيس از ذا اكس راي. شايفين الشاشه برايت قوي، الإضاءة شايفين المشكلة هنا فين؟ لا ال لا هو مش باين قوي الحقيقة. مين اللي ماسك البروجيكتور؟ تقدر تقلل الإضاءة شوية؟ تقدر تقلل إضاءة البروجيكتور؟ طيب اللي موجود هنا إن هو السيرجن عمل أوفر ريمينج وبينتريتد ميديال وول وحصل إكستروجن للسمنت جوه البلفس، شايفينه؟ معلش هو الإضاءة طالعة شديدة قوي. شايفين المشكلة اللي حصلت؟ اوفر ريمينج، الريمر ممكن يبقى حامي قوي فتخش منك ميديلي يبرفوريت الميديال وول، تيجي تحط السيمنت وتكمبرايز وتكمبريس برشرايز السيمنت وتحط الكاب بتاعك. اللي حصل هنا ان السيمنت اكسترودد في البلفس، وان كمان السنتر اوف روتيشن هاز بين ميديلايزد، وذس ويل ديكريز ذا سوفت تيشو تنشن اون ذا هوريزونتال ليفل اند كود بريديسبوز تو انستابيليتي. Ideally, you should fix the cup and cement it in this position, this way with an adequate cement mantle. This shouldn't have been done. Again, if you pay attention to the technique, you'll not do this mistake. افندم؟ لا تسيب هذا ما عندوش حاجه لغايه ما يبقى فيه مشكله. ما تلمسوش حد. طيب this is cemented total hip and this is the post op x-ray. What do you think? فيروس وهي كمان ان ادكوت سيمنت مانتل، وهي كمان هل استعمل بلاج ولا ما استعملش؟ ما استعملش بلاج. ديفيشنت ريمينج، شايفين فوق؟ شايفين الحته اللي فوق دي؟ كان المفروض يشيل عظم من هنا من اللاترال اسبكت ان ذيس دايركشن، فان ادكوت راسبنج ريمينج بروكسيمالي، no bone plug, no retrograde filling of the medulla, no pressurization. You can almost see radiolucent lines all the way through. Have you heard get a grading system for assessment of good cementation? Do you have one? Had they are of grading system for good cementation? Grading system for cementation. When you want to assess the cement, the 100-100 ولا نص نص ولا في اسمه ايه؟ باراك اوباما ولا باراك بس؟ باراك بس، عارفينه؟ طيب دي حاجات لازم تقروها عشان النولج بتاعتكم عشان الامتحانات. باراك A B C D. This is a bipolar done for a fracture neck of femur. 3 weeks later dislocated. Why? What are the causes of dislocation of a bipolar? الفيرجن. You could anti-verted, you could retroverted. ايه كمان؟ السوفت تيشو. الريبير بتاع الكبسول مهم، بالذات لازم تعمل بوسير ابروتش. الابروتش نفسه مهم. يعني اذا عملت بوسير ابروتش من غير ما تعمل ريبير للبوسير ستراكشرز والكبسول، there's a higher incidence of dislocation. عشان كده في بعض الدول زي انجلترا they recommend doing an anterolateral approach or hardened joint modifications for patients with fractured neck of femur if you're going to do hemiarthroplasty. It's a false impression. المشكلة مش في الاستابل، المشكلة في الفيرجن كانت في الحالة دي. Thank you very much. نشكر البروفيسور دكتور خالد فوزي. هيتم تأجيل المحاضرة الجاية لبعد اللانش، هنطلع دلوقتي كلنا وثلاثة ونص شارب هنرجع تاني عشان هيبقى فيه أربعة برزنتيشنز بعد الوركشوب، نبدأ بعديهم الوركشوب إن شاء الله. تفضل. ثلاثة ونص يا جماعة شارب، نرجع كلنا تاني إن شاء الله. ثلاثة ونص شارب.